السلام عليكم، ازاي حضراتكم يا دكاترة طلاب الفرقة الرابعة كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي؟ يا رب حضراتكم تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع جديد في الفيزيوثيرابي فور وومن هيلث، وهنتكلم فيه على المينسترال سايكل، النورمال مينسترال سايكل، والرول اوف فيزيوثيرابي في المانجمنت اوف اتس ابنورماليتيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Menstrual cycle and physical therapy rule for its abnormalities. أول حاجة عايزين نعرف هو إيه هي المينسترال سايكل. المينسترال سايكل هي عبارة عن الناتشرال ريجولار changes اللي بتحصل للفيميل ريبرودكتيف سيستم، وخصوصا لليوترس والاوفريز، عشان خاطر الفيميل ديت تبقى مهيئه ان لو حصل فيرتلايزيشن للاوفيوليتد ايج ديت يحصل لها بريجننسي. طيب السايكل دي مهمه ليه؟ لان بيحصل اثناءها ماتيوريشن ويحصل ديفلوبمنت للفوليكلز اللي موجوده في الاوفرز، ان الفيميل هنعرف كمان شويه ان الفيميل اصلا بتتولد بيها. وعشان خاطر لو حصل اوفيوليشن وحصل فيرتلايزيشن بعدها، يبقى معنى كده ان هيبقى في فرصه لحدوث البريجنسي. المينسترال سايكل يا جماعه بتعتمد بشكل كبير جدا على حاجه اسمها التناغم الهرموني العصبي ما بين الهايبوثالامس والانتيريور بيتوتري والاوفرز، ودوت عن طريق حاجه اسمها اكسس اسمه هايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس. الاكسس ده هو الـ لما بيبقى ماشي بالشكل وبالسيكونس الطبيعي بتاعه، بيبدا يحصل تكوين لبعض الهرمونز اللي هي مسؤوله بشكل مهم جدا عن ان يبقى في نورمال منسترال سايكل، وان المنسترال سايكل ديت يعني هتبقى within the normal characteristics بتاعتها اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليها كمان شويه. الهرمونز ديت زي مثلا زي ال LH وزي ال L وزي ال FSH وزي الاستروجين وزي البروجسترون. المينسترال سايكل لما بتيجي نتكلم عنها بنيجي نقول هتتحسب ازاي؟ هي بتتحسب من اول يوم حصل فيه المنسز الى اول يوم حصل فيه المنسز في المينسترال سايكل اللي بعدها. يبقى بتتحسب ال 28 يوم اللي هم الافريج تقريبا من امتى؟ من اول يوم حصل فيه المينسترويشن في البريود الحاليه الى اول يوم حصل فيه منسز في البريود اللي بعدها او في السايكل اللي بعدها. ولما بنيجي نقسم المنسترال سايكل هتتقسم الى فيزز، والفيزز ديت يا جماعه بعض المراجع بتقسمها 3 وبعض المراجع بتقسمها 4، ولكن 4 هو التقسيم الاشمل والافضل ليها. الفيرست بريود اللي ممكن الفيميل ديت تحصل لها في حياتها ممكن تبقى ما بين العمر ال 12 سنه الى 15 سنه. طيب ده الافريج. طب هل معنى كده ان هي لو حصلت قبل كده هل دوت يعني ان في مشكله؟ لا، ما فيش اي مشكله، لان بعض البلاد وجدوا انه ممكن يبدا عند سن 8 سنين يحصل الاول بيريود تحصل للفيميل عن طريق بيسموها او بيسموا الاول بيريود اللي بتحصل للفيميل دي بيسموها المينارش. يبقى المينارش ممكن تبدا من سن 8 سنين، ما فيهاش اي مشكله، ده نورمال خلاص. طيب ايه بقى هي الكاركترستكس للمينسترال سايكل اللي يقدر يحكم من خلالها هل المينسترال سايكل دي نورمال ولا اب نورمال؟ اول حاجه هنتكلم عليها هي الديوريشن. يعني ايه الديوريشن؟ يعني التايم بتاعها اللي احنا اتفقنا عليه حاليا، اللي هو من الفيرست داي اوف منستريشن في الكرنت منسترال سايكل الى الفيرست داي اوف منستريشن ان ذا نيكست منسترال سايكل. الطبيعي ان هو يبقى كام؟ احنا عارفين ان الافريج 28. طب هل هي لو مش 28 بالظبط هل هي كده تعتبر اب نورمال؟ الحقيقي لا. هنبدا ان احنا نرحل 7 ايام قبل و7 ايام بعد. يعني لو كان الديوريشن بتاعت المينسترال سايكل 21 يوم لحد 35 يوم دوت هيحكم عليه ان هو نورمال. ولكن الايديال واللي العلماء لما بيجوا يحسبوا دايما اي حاجه بيحسبوها عليها تقريبا اللي هو على ال 28 يوم. طيب الافريج بتاع الديوريشن بتاع فتره المنسز او البليدنج او البيريود الطبيعي ان هو يبقى كام؟ من 3 ل 5 ايام، ده الافريج، ولكن نورمال لحد 7 ايام. خلاص كده؟ طب الافريج بتاع البلاد لوس، كميه البلاد لوس اللي ممكن تحصل اثناء المينسترال سايكل تقريبا من 30 ل 50 مللي بير سايكل. يعني لو كان العدد سوري الكميه من البلاد لوس اللي حصلت اكثر من 80 مللي
ليتر بير سايكل ده هنقول عليها ان هي اصبحت ابنورمال. طب الافرج بتاع الفوليكولر فيز كام؟ تقريبا من 10 ل 16 يوم. طب والافرج بتاع اللوتيال فيز كام؟ تقريبا من 12 ل 14 يوم. ديت الكاركترستكس اللي انا اقدر من خلالها احكم هل المينسترال سايكل دي نورمال ولا ابنورمال. طب تيجي نرجع ديورنج الامبريولوجيك ديفلوبمنت نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان لما الفيميل دي كانت جنين في بطن مامتها كان عدد البرايمورديال فوليكل اللي متكونين جوه التو اوفرز بتوعها تقريبا من 6 ل 7 مليون برايمورديال فوليكل. ولكن طب دوت هيتكون امتى اثناء الامبريولوجيك او الامبريوجينيك ديفلوبمنت؟ هيبقى تقريبا عند الشهر الرابع او من الثالث لحد الخامس. يعني من الثالث لحد الخامس بيبدا يحصل تكوين للبرايمورديال فوليكل، واللي عددهم في المرحله ديت او في التايمنج دوت هيبقى حوالي من 6 ل 7 مليون اوسايتس موجودين في التو اوفرز. طيب اثناء او عند اللحظه اللي بيحصل فيها البيرث، لما الفيميل دي بتتولد لو شافوا الاوفري بتاعها التو اوفرز هيلاقوا عدد البرايمورديال فوليكل دوت كام؟ الطبيعي ان في البيرث يبقى العدد تقريبا من 1.5 ل 2 مليون. ايه ده معنى كده ان العدد بتاع البرايمورديال فوليكل دي قل او استنفذ؟ يعني زي ما قلنا ان هي كان من 7 مليون اثناء الشهر الرابع من الجستيشنال من الفيتال ايج، ولما وصلت لي ان هي ساعة لحظة الولادة او at birth بقى العدد حوالي 1.5 ل 2 مليون. طيب بعد لما الفيميل دي اتولدت لحد البيوبيريتي هل العدد هيتم ثابت 1.5 ل 2 مليون؟ الحقيقة انه لا، العدد بيقل تقريبا، يبقى في التو اوفرز حوالي 400 الف برايمورديال فوليكل، وتقريبا حوالي 200 الف برايمورديال فوليكل في كل اوفري. طيب كل شهر بيبدأ يحصل تجهيز من 20 ل 50 برايمورديال فوليكل عشان يحصل لهم ماتيوريشن. واحدة بس منهم هي اللي هيحصل لها ماتيوريشن، ده الطبيعي، انما في بعض الفيميلز ممكن اكتر من فوليكل يحصل لهم تبقى ماتيور. يبقى احنا قلنا ان من 20 ل 50 برايمورديال فوليكل بيجهزوا كل شهر عشان خاطر يبقى واحدة منهم تفوز وتبقى ماتيور جرافيان فوليكل. الاوفيريان فوليكلز اثناء الريبرودكتيف ايج بيحصل لهم اكزوستشن لحد لما تقريبا بيستنفذ المخزون من البرايمورديال فوليكل بوصول الفيميل ديت لمرحله المينوبوز. ادي شكل الاوفري. عندنا الاوفري في السسبنسوري ليجامنت اللي هو داخل معاه النيورو فاسكولار باندل اللي بتغذي الاوفري، وعندنا الكورتكس وهي الغشاء الخارجي للأوفري، وأول يعني أكثر طبقة external بيسموها تونيكا البوجينيا، وبعد كده في الكورتكس ديت اللي بيبقى embedded فيها البرايمورديال فوليكل. وزي ما حضراتكم شايفين على الجنب الشمال خالص من الصورة إن في برايمورديال فوليكل زي هي صغيرة جدا متخزنة، وواحدة واحدة طبعا الصورة ديت من أوفري حصل بيبرتي خلاص، انما لو شفنا الصوره ديت قبل ما يحصل البيوبيريتي مش هتلاقي ان في ديفلوبمنت للفوليكلز بالشكل دوت، انما دوت بيوريه لحضرتك المراحل اللي هنتكلموا عليها كمان شويه ان شاء الله. طبعا الاوفري في الهايلم جوه ده المنطقه اللي في المنتصف بتاع الاوفري، ودوت اللي بيخش فيها النيوروفاسكولار باندل، وديت اللي مسؤوله عن التغذيه الدمويه والعصبيه للبرايمورديال فوليكل وللاوفري. الفوليكلز دي يا جماعه عشان خاطر تتكون بتمر بمراحل، اولا بتبقى برايمورديال فوليكل، ثانيا تبقى يوني لامينر برايمري فوليكل، بعد كده تبقى مالتي لامينر برايمري فوليكل، بعد كده تبقى سكندري فوليكل، بعد كده تبقى ماتيور جرافيان فوليكل. طب ايه الخصائص اللي هي بتاعه البرايمورديال فوليكل؟ اولا احنا بنقول الكلام دوت عشان خاطر ان شاء الله نبقى عارفين النورمال سيكونس بتاع الديفلوبمنت للفوليكلز اللي موجوده في الاوفري، وعشان بعد كده لما هنيجي نتكلم ان شاء الله في المحاضره الجايه على مثلا ديزيز زي البوليسيستيك اوفري هنعرف ان بيبدا يحصل اريست للديفلوبمنت دوت، وان السكندري فوليكلز ما بتقدرش ان هي يحصل لها ماتيوريشن الى ماتيور جرافيان فوليكلز، فعشان كده احنا بنعرف السيكونس دوت.
اول حاجه البرايمورديال فوليكل، وديت اللي بتبقى متخزنه في الاوفري اثناء مرحله الفيتس لما بتبقى الفيميل دي فيتس، وكمان اثناء مرحله من بعد البيرث الى البيبرتي. البرايمورديال فوليكل دي هي الخلايا البدائيه خالص للاوسايتس. اول حاجه البرايمورديال فوليكل بتبقى زي ما احنا عارفين ان هي خلاص بتتكون اثناء الشهر الرابع تقريبا او من الثالث للخامس من الامبريولوجينيك ديفلوبمنت، وبتبقى امبيدد في الكورتكس بتاعه الاوفري. الفوليكلز دي يا جماعه هنيجي نشوف التكوين بتاعها هنلاقي ان في سنترال اووسايت. السنترال اووسايت تقريبا الدايمتر بتاعتها بيبقى حوالي 25 ميكرومتر، حاجه صغيره جدا، وبتبقى في طبقه وحيده من الخلايا الفلاتند سيلز اللي بيسموها الجرانيولوزا سيلز. الجرانيولوزا سيلز ديت مهمه جدا لان هنيجي كمان شويه هنتكلم ان هي ديت اللي بيحصل عندها تنشيط للاروماتيز انزيم، والاروماتيز دوت هو اللي بيحول الاندروجين الى استروجين. خلاص، فعشان كده مهم جدا ان احنا نبقى عارفينها. ففي البرايمورديال فوليكل بيبقى فلاتند فوليكولار او جرانيولوزا سيلز، طبقه واحده. خلاص كده؟ طيب لما بيبدا يحصل بيبرتي بيبدا بقى يحصل ديفلوبمنت وماتيوريشن للفوليكلز دي، فالبرايمورديال فوليكل هتكبر شويه وهتبقى برايمري يوني لامينار فوليكل. طيب ايه اللي هيزيد عليها؟ اللي هيزيد ان الديامتر بتاع الاووسايت بتاعتها هيبدا ان هو يحصل له هيزيد شويه، تقريبا هيبقى حوالي 40 ميكرومتر، وهتبدا تبقى في ثيك لاير متكونه من حاجه اسمها الزونا بيلوسيدا. زونا بيلوسيدا دي يا جماعه هي عباره عن طبقه من الجلايكوبروتينز، ويعتقد ان هي بتشتغل شغل الجاب جانكشن، ان هي بتوصل ما بين الجرانيولوزا من بره والاووسايت من جوه. يعني هي زي وصله ما بين الاووسايت والجرانيولوزا سيلز. طيب هل الطبقه اللي حوالين البرايمري اووسايت اللي كانت موجوده فلاتند دي هتتنها زي ما هي؟ الحقيقه لا. في اليوني لامينر برايمري فوليكل ديفلوبمنت بتبدا الخلايا دي تكتسب شكل ان هي تبقى كيوبيكال اور كولامنر. خلاص، يبقى كيوبويدال اور كولامنر سيلز، يبقى بدل ما كانت فلات هتبقى كولامنر، ويبدا يحصل حاجه اسمها ظهور للزونا بيلوسيدا ولكن بتبقى ثين لاير. خلاص كده، والبرايمري اووسايت حجمها هيزيد او الدايمتر بتاعها هيزيد يبقى حوالي 40 ميكرو. بعد كده هنبدا نتكلم على لما يحصل ماتيوريشن هتبدا البرايمري يوني لامينر فوليكل ديت هيحصل لها ماتيوريشن الى مالتي لامينر برايمري فوليكل. المالتي لامينر برايمري فوليكلز ديت ليها خصائص معينه. اولا الديامتر بتاع البرايمري اووسايت هيبدا يكبر شويه، هيبقى حوالي 50 ميكرومتر. طب والطبقه الوحيده اللي كانت من الخلايا اللي موجوده حوالين الاووسايت ديت الجرانيولوزا، هل هتتنها طبقه واحده؟ لا، في المرحلة ديت هيبدأ يتكون ستراتيفايد ابيثيليوم اراوند ذا اووسايت. يعني ايه ستراتيفايد؟ ستراتيفايد يعني طبقات، يعني أكثر من لاير. فهيتكون عدة طبقات من الجرانيولوزا سيلز، عدة لايرز من الجرانيولوزا سيلز، وديت هتبدأ كمان بقى يحصل فيها إن الزونا بيلوسيدا هتبدأ تبقى ثيك وهتبقى واضحة جدا في الميكروسكوب. فمعنى كده ان التغذيه هتبدا تزيد اكتر للبرايمري اووسايت عشان خاطر ان هي يبدا يحصل لها ماتوريشن وديفلوبمنت وتكبر اكتر. طيب وبيبدا يحصل في المرحله ديت اللي هي المالتي لامينر برايمري فوليكل، بيبدا يحصل يا جماعه ان تبدا تظهر طبقه خارج الجرانيولوزا بيسموها الثيكا فوليكلي. الثيكا دي حتى الان ما حصلهاش ديفرنشيشن، هي بعد كده في السكندري هتديفرنشيت الى ثيكا انترنا وثيكا اكسترنا سيلز، ولكن حتى الان في المالتي لامينر برايمري فوليكل هي ما حصلهاش ديفرنشيشن. وبيفصل ما بينها وما بين الجرانيولوزا سيلز طبقات الجرانيولوزا سيلز طبقه من او حاجه اسمها بيزمنت ميمبرين، دوت اللي بيفصل ما بين الجرانيولوزا والثيكا فوليكل. طيب ال FSH شغال ما شاء الله عمال بيعمل ديفلوبمنت للفوليكلز، هتبدا تتكون فوليكلز او هتاخد الفوليكلز كاركترستكس جديده هيسموها سكندري فوليكل. السكندري فوليكل دي يا جماعه بيبدا يحصل فيها اولا ان بيبقى فيه حاجه اسمها انترم. ايه الانترم ده؟ الانترم دوت هو الفلويد فيلد سبيسز.
ان بتبدا الجرانيولوزا سيلز ديت الكتيره قوي دي ما شاء الله تبدا ان هي تفرز حاجه اسمها فوليكولار فلويد. الفوليكولار فلويد دوت ايه مسؤوليته؟ ده بيبقى غني بحاجه اسمها الهيالورونيك اسيد وبالبروتيوجلايكانز المهمه جدا عشان خاطر ان هي تغذي البرايمري اوسايت، عشان حجم البرايمري اوسايت عموما يكبر ويحصل لها ماتوريشن. طيب في المرحله ديت البرايمري اوسايت تقريبا الدايمتر بتاعتها هيبقى كام؟ هيبقى حوالي 120 مايكرومتر. طيب واخبار الانترم؟ الانترم موجود ولكن مش بشكل كبير جدا اللي هو الفلويد فيلد سبيس. طب بالنسبه للبيزمنت ميمبرين موجود. طب بالنسبه للثيكا فوليكولي هنا هيبدا يحصل لها ديفرانشيشن. ديفرانشيشن لايه؟ ديفرانشيشن لحاجه اسمها ثيكا انترنا، ودي هتبقى سيكريتوري سيلز، ودي مهمه جدا لان هيبقى فيها ريسبتورز هيتفاعلوا مع هرمون ال اتش، وهيبقى في طبقه خارجيه خالص اسمها ثيكا اكسترنا، ودي هتبقى نون سيكريتوري سيلز بس ليها وظيفه ان كل شيء خلقناه بقدر. فمعنى كده ان هي هتبقى بتبروتكت الفوليكلز ديت، بلس ان هي بيروح لها اوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم ده يا جماعه هو اللي هيبقى مسؤول عن الحركه بتاعه الفوليكل. هي الفوليكل هتتحرك لان هي بيبدا يحصل فيها كونتراكشن عشان خاطر تحصل فيها حركه وتبدا تروح لحد لما تروح تبقى عامله فيتنج كويس او تبقى قريبه جدا من السيرفيس الاكسترنال سيرفيس بتاع الاوفري عشان خاطر لو حصل اوفيوليشن تبدا تخرج الاوفيوليتد ايج ديت خارج الاوفري. اخر مرحله من مراحل تطور الفوليكل دي هي بيسموها الجرافيان فوليكل، ماتيور جرافيان فوليكل. الفوليكل ديت هي اللي هيحصل لها رابشر، الفوليكل دي هي اللي هيحصل لها رابشر وهتعمل رابشر للاوفري بعد حاجه اسمها ال اتش سيرج، وبعد ال اتش سيرج ديت هتخرج البرايمري السكندري اوسايت بقى اللي هنا هتبقى انا اسف هي في السكندري من اول السكندري هيتقال عليها سكندري اوسايت. السكندري اوسايت هتخرج وهيبقى معاها كورونا رادياتا وكمان معاها حاجه اسمها كيومولس اوفرس وهنتكلم عنهم كمان شويه. هم دول اللي بيخرجوا ويبقوا موجودين في البلفيك كافيتي، وبعد كده الفيمبريه بتاعت الفالوبيان تيوب هتعمل لهم بيك اب وعشان خاطر يخشوا في الفالوبيان تيوب، ولو حصل فيرتلايزيشن هيحصل في الفالوبيان تيوب عند الاسمث او الامبيولا ويبدا يحصل فيرتلايزيشن. طب ايه الحاجه اللي بتميز الماتيور جرافيان فوليكل ديت قبل بقى ما يحصل لها اوفيوليشن؟ الحاجه اللي بتميزها ان الدايمتر عموما بتاع الاوسايت زاد بقى تقريبا حوالي 150 مايكرومتر، وان زاد الانترم بشكل عالي جدا، وزاد الفوليكولار فلويد، وبدا يضغط على الجرانيولوزا سيلز لدرجه ان الجرانيولوزا سيلز هتبدا جزء منها يبقى موجود حوالين السكندري اوسايت والجزء الثاني هيروح على البريفري يبقى قريب من البيزمنت ممبرين، نتيجه لان في فلويد عمال بيزيد انسايد ده في مكان مقفول. هيبدا الطبقات القريبه جدا من الاوسايت من الجرانيولوزا سيلز هيسموها كورونا رادياتا، ودي بيبقى شكلها عامل زي التاج عشان كده بيسموها كورونا رادياتا، ودي الانر موست لاير بتاعه الجرانيولوزا سيلز اللي بتحيط بالاوسايت. وبعد كده يا جماعه هيبقى في طبقه اكثر يعني برضو بتحيط بالاوسايت ولكن مش الانر موست لايرز، هيسموها الكيومولس اوفرس. الكيومولس اوفرس ده ليه فوائد كتيره جدا، لان هو يا جماعه من ضمن الحاجات اللي لما بيحصل اوفيوليشن وتخرج الاوسايت مع الكورونا رادياتا والكيومولس اوفرس اللي هي طبقات الجرانيولوزا سيلز ديت، من ضمن الحاجات بيحصل كيموتاكسيس ان بيبدا يحصل اتراكشن للسبيرم عن طريق الايه الكيومولس اوفرس، وبعد كده لو حصل فيرتلايزيشن هيبدا يحصل ان السبيرم لازم يحصل بنتريشن للزونا بيلوسيدا عشان خاطر يبدا يحصل التفاعل ما بين السبيرم والاوسايت. هتبدا في المرحله ديت بقى يبقى واضح جدا عندي ال الثيكا اكسترنا والثيكا انترنا. والثيكا اكسترنا زي ما حضراتكم عارفين هي بتبقى انرفيتد باوتونوميك نيرفس سيستم، ودوت مسؤول عن الكونتراكشن عشان خاطر الموتيليتي بتاعه الفوليكلز ديت اثناء الاوفيوليشن او لما بيحصل لها اتريزيا. اتريزيا يعني ايه؟ يعني بتبدا الفوليكل دي تبدا ان هي يحصل لها ديث. الثيكا انترنا ديت عباره عن هايلي فاسكولارايزد سيلز من الثيكا، وديت اللي هتستقبل الهرمونز وخصوصا هرمونات الاف اس اتش والال اتش، ولكن الريسبتورز اكتر مع مين؟ مع الال اتش.
ال LH، وكمان من خلالها هيبدا البلاد سبلاي يديفلوب او سوري يديليفر النيوتريانتس والفيتامينز والكو فاكتورز اللي هم مطلوبين عشان خاطر الجروث والديفرنشيشن بتاع الاوسايت. وحضراتكم شايفين في الرسمه ديت ادي البرايمورديال فوليكل خالص في الاول خالص على ايد حضرتك الشمال كده في الرسمه، وبعد كده بيحصل لها لما بيبدا يحصل اكتيفيشن بقى ليه او تفعيل بشكل واضح للهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس، بيبدا يحصل ان التفعيل للاكسس دوت هنتكلم عليه كمان شويه، فيبدا افراز الاف اس اتش. الاف اس اتش هو اسمه فوليكولار ستيميوليتنج هرمون، فوليكولار ستيميوليتنج، فبيعمل ستيميوليشن للفوليكلز ديت وليه ريسبتورز مع الجرانيولوزا سيلز، وبيبدا يحصل الايه الماتوريشن دوت البرايمورديال فوليكل تبقى برايمري يوني لامينر، وبعد كده تبقى برايمري مالتي لامينر، وبعد كده تبقى سكندري، وبعد كده تبقى ماتيور جرافيان فوليكلز جاهزه ان يحصل لها اوفيوليشن. ادي تاني رسم او صوره بتوضح المراحل بتاعه تطور الفوليكلز. هنيجي نتكلم بعد كده على الهرمونال كنترول على المنسترال سايكل. المنسترال سايكل از ا كومبلكس اند از كنترولد باي ميني ديفرنت جلاندز اند هرمون ذات ذيس جلاندز برودوس. يعني ان لازم عشان خاطر يحصل تنظيم للمنسترال سايكل دي الوصله الهرمونيه العصبيه اللي ما بين الهايبوثالاموس والهايبوثالاموس انتيريور بيتوتري والاوفري تبقى الوصله دي تمام عصبيا وهرمونيا. وبيبدا يا جماعه في الطبيعه قبل البيوبيريتي بيبقى الهايبوثالاموس بيفرز حاجه اسمها هرمون اسمه جونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ده بيفرز بكميات بسيطه وبيبقى ستيدي. لما بيجي يحصل البيوبيريتي بيبدا الهايبوثالاموس يفرز الجونادوتروبين ريليزنج هرمون دوت بشكل بلساتايل وبكميات كبيره، فبيبدا يحصل اكتيفيشن للهرمونز اللي موجوده. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ليه ريسبتورز على الانتيريور بيتوتري جلاند. اول ما الجونادوتروبين ريليزنج هرمون يتفاعل مع الريسبتورز اللي على الانتيريور بيتوتري جلاند بيبدا يحصل برودكشن وسكريشن للاف اس اتش والال اتش اللي هو الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون والليتونايزنج هرمون. طيب الانتيريور بيتوتري جلاند سبلايد ببلاد فيسلز كويسه جدا ومحترمه جدا، ليه؟ عشان خاطر هي دي اللي هتاخد الهرمونز اللي بتفرز من الانتيريور بيتوتري جلاند سواء التي اس اتش او الاف اس اتش او الال اتش او البرولاكتين او الجروث هرمون. كل الهرمونز دي او الاي سي تي اتش، كل الهرمونز دي يا جماعه محتاجه شبكه من البلاد فيسلز قويه عشان خاطر تبدا توزع الهرمونز ديت لل البلاد فيسلز وتروح للاورجنز اللي هي هتشتغل عليه. فلما بيبدا يحصل اكتيفيشن وبرودكشن للاف اس اتش والال اتش بيبدا تنزل الهرمونز ديت مع البلاد سيركيوليشن وتبدا تروح لحد الاوفري. لما بتروح لحد الاوفري بيبقى في ريسبتورز موجودين على الثيكا انترنا دول اللي هيتفاعلوا مع ال LH، وبعد كده بيبقى في ريسبتورز موجودين جوه الجرانيولوزا سيلز يتفاعلوا مع ال FSH. ال LH دوره ايه يا جماعه؟ ال LH دوره تكوين الاندروجين. ايه ده هرمونات الذكوره؟ ايه ده؟ هو معنى كده ان الفيميل بيبقى عندها هرمونات ذكوره وهرمونات انوثه؟ والميل نفس الكلام عنده التو تايبس اوف هرمونز، ولكن هي الفكره هو مين الدوميننت. الفيميل بيبقى عندها الدوميننت استروجين بروجسترون وبرولاكتين، انما الميل بيبقى وعندها تستوستيرون ولكن كمياته قليله، وهنشوف دلوقتي ازاي الاندروجين ده لما بيتكون بيتحول الى استروجين. انما والميل نفس الكلام عنده تستوستيرون وعنده استروجين وبروجسترون برولاكتين، ولكن الدوميننت هو التستوستيرون. طيب الفيميل دي يا جماعه لما يبدا يحصل لها لما يبدا الاف اس اتش يتفاعل مع الجرانيولوزا والال اتش يتفاعل مع الثيكا انترنا، اول ما الال اتش يتفاعل مع الثيكا انترنا يبدا ياخد الكوليسترول يحوله الى اندروجينز. الاندروجينز ديت حتى الان هي موجوده اهي. طيب مين بقى اولا مين هو الانزيم اللي كان مسؤول عن تفعيل او تحويل الكوليسترول الى اندروجين؟ هو اسمه ديسموليز انزيم. الديسموليز انزيم يروح واخد الكوليسترول محوله الى اندروجين. اندروجين يعني ايه؟ يعني من امثلته التستوستيرون والاندروستين دايون. طب الهرمونز ديت دي هرمونات ذكريه، هيبدا الاف اس اتش يشتغل على الجرانيولوزا سيلز بالريسبتورز بتاعت اللي موجوده عليها،
هيبدأ يحصل اكتيفيشن ل انزيم تاني اسمه الاروماتيز انزيم. الانزيم ده مهم جدا ان احنا نعرفه، اسمه اروماتيز انزيم. اروماتيز، الاروماتيز دوت يعمل ايه؟ يروح واخد الاندروجين محولها لاستروجين. يبقى هو وظيفة الاروماتيز ان هو ياخد الاندروجين يحولها لاستروجين. طب بياخد ايه؟ بياخد الاندروستين دايون يحوله الى استرون تايب 1 استروجين، وياخد التستوستيرون يحوله الى استرادايول او E2 اللي هو النوع الثاني من الاستروجين اللي هو البوتنت فورم اوف استروجين. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى الوصلة ديت لازم تكون ماشية تمام. طب هل في فيدباك بترجع؟ يعني هل في فيدباك رجعة من الاوفري للهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند؟ الفيدباك ديت بتعمل ايه؟ اول ما يبقى افراز الاستروجين، خلاص الاستروجين ليه قدر معين المفروض ان هو ما يزيدش عنه، فلما بيبقى فيه كفايه من الاستروجين يبدا الاستروجين ده يدي نيجاتيف فيدباك للهايبوثالاموس، اللي هو تبقى ايه النيجاتيف فيدباك ديت؟ عشان خاطر خلاص يا هايبوثالاموس مش عايزين جونادوتروبين ريليزنج هرمون يفرز دلوقتي، عشان خاطر خلاص احنا في كميه الاستروجين اللي اتكونت كفايه. طيب لما النسبه بتبقى كبيره جدا من الاستروجين بيبدا يحصل ان الاستروجين دوت، وده تقريبا بيبقى عند اليوم ال 13 من المنسترال سايكل، يبدا الاستروجين ده، وهنعرف كمان شويه ليه بيزيد نسبه الاستروجين، يبدا الاستروجين دوت يدي بوزيتيف فيدباك للهايبوثالاموس. افرز ال اتش بس، بلاش تفرز اف اس اتش، والال اتش لما هيفرز بكميه كبيره في اليوم ال 13 هيبقى هو دوت اللي بيسموه ال اتش سيرج، هيبقى هو دوت اللي مسؤول عن عمليه الاوفيوليشن، ان الماتيور جرافيان فوليكل اللي موجوده امبيدد في الانر سيرفيس بتاع الاوفري دي هيبدا يحصل لها خروج اوتسايد ذا اوفري. يبقى في فيدباك هي المسؤوله عن تنظيم العمل بتاع الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيديان اكسس. ادي الكلام تلخيص تقريبا الكلام اللي احنا كنا بنقوله، ان الهايبوثالاموس بيريليز الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، ودوت بيستيميليت الانتيريور بيتوتري جلاند عشان تفرز الاف اس اتش. اول ما الاف اس اتش يفرز هيتفاعل مع الجرانيولوزا سيلز ويبدا يحصل برودكشن عن طريق تفعيل الانزيم الاروماتيز، هيبدا ياخد الاندروجين اللي اتكونت ويحولها الى استروجينز، وكمان بيبدا يفرز حاجه اسمها انهبن. الانهبن ده ايه وظيفته؟ الانهبن دوت نفس الكلام بيدي نيجاتيف فيدباك. يعني ايه؟ يعني الاستروجين بقى كمان بقى تمام، خلاص يجي بقى الانهبن يدي نيجاتيف فيدباك لمين؟ للانتيريور بيتوتري جلاند. خلاص مش عايزين اف اس اتش، انهبن جاي من اسمه بيعمل انهبيشن للفوليكولر ديفلوبمنت. خلاص وين فوليكل بيكام دوميننت، يعني زي ما اتفقنا ان 20 ل 50 برايمورديال فوليكل بيجهزوا. طيب اللي هيوصل منهم ويبقى ماتيور كام؟ واحده في الغالب هي اللي هتبقى ايه دوميننت فوليكل، او هتحصل لها ماتيوريشن. والليفل بتاعه الاستروجينز يا جماعه في الماتيور جرافيان فوليكل بتبقى عاليه قوي. ليه بقى بتبقى عاليه؟ لان بيحصل ان الماتيور جرافيان فوليكل دي هيبقى فيها كميه ريسبتورز للاف اس اتش كتيره جدا، وديت هي الاف اس اتش هو المسؤول عن تكوين الاستروجين، فهيزيد نسبه الاستروجين بشكل عالي جدا قبل ما يحصل ال اتش سيرج. اول ما هيزيد الاستروجين دوت هيدي بوزيتيف فيدباك للهايبوثالاموس، يا هايبوثالاموس بعد اذنك افرز لي ال اتش، فيفرز ال اتش بس من غير الاف اس اتش. ال اتش لما يفرز بشكل سيرج بنفحه كبيره جدا من ال اتش، اللي هيحصل هيبدا يحصل اوفيوليشن، هتبدا الماتيور جرافيان فوليكلز دي تخرج اوتسايد ذا اوفري. فلما تخرج اوتسايد ذا اوفري ايه اللي يحصل؟ مين اللي هيخرج؟ هي اللي هيخرج الاووسايت مع الطبقه الصغيره من الكورونا رادياتا ومع الطبقه الاكبر شويه من الكيومينس اوفرس وشويه انترم فلويد وشويه بلاد فيسلز حصل لهم مايكرو دامج، فدوت اللي هيخرج. هيبقى الاجزاء دي هي اللي هتخرج وتبقى اوتسايد ذا اوفري وهتبقى موجوده في البلفيك كافيتي. مين اللي هيعمل لها بيك اب على طول؟ هيعمل لها بيك اب الفيمبريه بتاعت الفالوبيان تيوب. اول ما الفيمبريه ديت فيها بريستالسيز خلاص هتبدا تعمل بيك اب للاوفن، ويبدا يحصل عن طريق النيجاتيف بريشر اللي موجود والبريستالسيز او البريستالتيك موفمنت ديت، هيبدا يحصل ان الاوفن دي هتبدا تصعد في الفالوبيان تيوب. خلاص طيب حصلت ان الاوفيوليتد ايج ديت
ان هي مشت في الفالوبيان تيوب. لو حصل فيرتلايزيشن السبرم هيقابل الاوفيوليتد ايج ديت فين؟ عند الاسمث او الامبيولا، وهيبدا يحصل فيرتلايزيشن. والمرحله اولا يا جماعه الاوفيوليتد ايج ديت هتنها فايبل لمده 24 ساعه. حصل فيرتلايزيشن؟ حصل. ما حصلش؟ خلاص، يبقى هي بتبقى فايبل لمده 24 ساعه فقط. خلاص كده؟ طيب، وهي خارجه بره الاوفري الاوفيوليتد ايج مع شويه الكورونا رادياتا والكيمولس اوفرس، ثابت جوه حاجه مهمه جدا. هي ايه؟ ثابت الثيكا اكسترنا والثيكا انترنا والبيزمنت ممبرين وشويه انترم وكمان شويه جرانيولوزا سيتس، ودوت اللي هيبدا يكون ايه يا جماعه؟ هيبدا يكون الكوربس لوتيوم. خلاص كده؟ الكوربس لوتيوم دوت هو اللي هيفرز ايه بقى؟ under the control of LH هيفرز هرمون مهم جدا اسمه البروجسترون. خلاص؟ وهيفرز كميات بسيطه من الاسترادايول او الاستروجينز، لان في بعض الجرانيولوزا سيلز موجوده لسه فيه. لان الليفل بتاع الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون قل، اي نعم، بس شغال بنسبه بسيطه جدا عشان خاطر الجرانيولوزا سيلز اللي موجوده. الفيدباك اللي بتحصل دي كلها يا جماعه بتحصل عن طريق الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس، ولكن هي بتتاثر ببعض الهرمونز وبعض النيورو ترانسميترز ممكن ياثروا عليها وعلى الانتظام بتاع الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس. بعض الحاجات اللي بتاثر عليها زي مثلا هرمون البرولاكتين، البرولاكتين من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الانتيريور بيتوتري جلاند، عشان خاطر ده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في البوست نيتال امينوريا او اللي بيسموها لاكتيشنال امينوريا، ما بيحصلش اوفيوليشن عشان خاطر البرولاكتين نسبته زادت جدا، فدوت بيدي نيجاتيف فيدباك لمين؟ للبيتوتري، ان هي تبدا تقلل افراز ال LH وال FSH فما بيحصلش اوفيوليشن. طيب ايه كمان بعض النيورو ترانسميترز زي الاوبويدز زي الاندورفينز البيتا اندورفينز من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس، وده اللي بعد كده ان شاء الله لما هنيجي نتكلم على البوليسيستيك اوفري هنعرف الرول مثلا بتاع حاجه زي الاكوبانشر. ليه الاكوبانشر بتجيب ريزلتس هايله؟ لان الاكوبانشر بتستيميوليت البيتا اندورفين، والبيتا اندورفين من ضمن الحاجات اللي بتاثر على سلامه الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس. خلاص، بعض كمان الهرمونز زي النور ادرينالين من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس، والكاتيكولامينز اللي هم الهرمونز اللي بيفرزوا من الادرينال جلاند والدوبامين. ادي يا جماعه عندنا الصوره ديت بتوضح الاوفيريان هرمونز والبيتوتري هرمونز، وازاي هم اثناء ال 28 يوم بتوع النورمال سايكل بيبقى فيهم تاثير وبيحصل فيهم فلكتويشنز. يعني هنلاقي ان مثلا في اثناء المنستريشن اول يوم مع نزول المنسز بنلاقي ان الليفلز بتاع الاستروجين قليل جدا، وكمان بتاع البروجسترون، والبروجسترون هو بيبقى الاساسي وهو العامل المهم جدا في عمليه المنسز، لان الويزدرول بتاع البروجسترون هو دوت اللي هيحصل من خلاله شد اوف ذا سوبرفيشال لاير بتاعه الاندوميتريوم، وهتبدا تسقط السوبرفيشال لاير بتاعه الاندوميتريوم ويحصل المنسز. فهنلاقي ان في البدايه خالص ان الليفلز بتاعه الاستروجين والبروجسترون ضعيفه، ويجي تقريبا عند اليوم ال11 يبدا الاستروجين الليفل بتاعه يزيد قوي. ليه؟ لان احنا لسه قايلين عشان خاطر في اليوم العاشر تقريبا بقت في عندنا واحده ماتيور جرافيان فوليكل موجوده جوه الاوفري مستنيه ان يحصل لها اوفيوليشن. هيحصل لها اوفيوليشن ازاي من غير ما يحصل ال اتش سيرج؟ طب وعشان يحصل ال اتش سيرج لازم كان يحصل زياده كبيره جدا في الليفل بتاعه الاستروجين، عشان خاطر هو ده اللي هيانديكيت وهيدي بوزيتيف فيدباك، يلا بسرعه يا بيتوتري جلاند افرزي LH، ويحصل LH سيرج وبعد كده يحصل اوفيوليشن. بعد كده هنلاقي ان الليفل بتاع الاستروجين واحده واحده بيبدا يقل خالص. هنيجي بقى في المرحله الثانيه النص الثاني من او الليوتيال فيز من المنسترال سايكل، هنلاقي ان الليفل بتاعه قل خالص بشكل ملحوظ. طب نيجي نشوف البروجسترون، البروجسترون هتلاقي ان الليفل بتاعه قليل قوي في الفوليكولار فيز او النص الاولاني من المنسترال سايكل.
انما هتيجي بعد كده هتلاقيه من بعد اليوم ال 15 الليفل بتاعه عمال بيزيد بيزيد بيزيد، وبعد كده لو ما حصلش فيرتلايزيشن هتلاقيه قل عند اليوم ايه من ال 24 لل 28. طيب هو ليه يا جماعه حصل كده؟ حصل كده لان ليش معنى يعني تقريبا عند اليوم ال 16 بدا ان الليفل بتاع البروجسترون يزيد بشكل ملحوظ؟ لان عند اليوم ال 15 حصل اوفيوليشن، واتفقنا ان الاوفم لما بتيجي تخرج بتسيب الفيكا انترنا واكسترنا وشويه جرانيلوزا، المهم ده اللي هيكون الكوربس لوتيا اللي هو الجسم الاصفر. الجسم الاصفر ده هو اللي هيبدا يفرز البروجسترون اندر ذا كنترول اوف ال اتش. خلاص كده يبقى البروجسترون هيبدا يفرز بشكل ملحوظ ديورنج اللوتيال فيز. طيب هيبدا نيجي تاني نشوف الجزء الثاني وهو البيتوتري هرمونز زي ال اتش والاف اس اتش. فهنلاقي ان في الفوليكولر فيز هتبقى الدوميننت هنا على الاف اس اتش مش على ال اتش. ليه؟ من اسمه هو فوليكولر ستيميليتنج هرمون. احنا في الفتره اللي هي من بعد حصول المنسز، بدايه المنسز لحد تقريبا 14 يوم هيبدا الاف اس اتش يبقى شغال. ليه؟ عشان هو بيعمل بريبريشن وبيعمل ديفلوبمنت للفوليكلز ديت وبيعمل لها ستيميليشن عشان خاطر ال 20 ل 50 فوليكلز اللي هيبداوا يحصل لهم ديفلوبمنت دي على الاقل واحده منهم تبقى ماتيور. يبقى هو شغله كله ونسبته العاليه بتبقى امتى؟ في النص الاولاني من المنسترال سايكل. طيب بعد كده هنيجي نشوف ال LH، هنلاقي ان ال LH الليفل بتاعه قليل جدا اثناء مين؟ الفوليكولر فيز، انما هنلاقي الليفل بتاعه على جدا على جدا قبل اليوم ال 14 اللي هي الاوفيوليشن اللي هي ال LH سيرج، وهنلاقيه بعد كده بدا الليفل بتاعه يهدى شويه، السيرج دي هتبدا تقل شويه وهيبدا الليفل بتاعه يقل، ولكن هيتنه موجود وهو اللي هيبقى دوميننت ديورنج اللوتيال فيز عشان خاطر وجود الكوربس لوتين. خلاص؟ يبقى احنا عندنا تناغم ما بين اربع هرمونز. ايه الاربع هرمونز دول؟ اثنين منهم اوفيريان هرمونز بيفرزوا من الاوفري اللي هم الاستروجين والبروجسترون، و2 بيتوتري هرمونز اللي هم ال LH والاف اس والاف اس اتش اللي هو الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون واللوتيال لوتينايزنج هرمون. هنبدا نتكلم على الفيزز بشكل اكثر توضيحا. اول فيز هي المنستريشن. المنستريشن هو عبارة عن الشيت اوف اوف ذا سوبرفيشال لاير اوف ذا اندوميتريوم ونزولها عن طريق الفاجين. المنسترال فلويد دوت بيبقى كونتين بلاد سيلز و او بلاد فيسلز او بلاد سيلز يعني والسوبرفيشال لاير بتاعة الاندوميتريوم وشوية ميوكس. الافريج بتاعها تقريبا من 3 ل 5 ايام وقلنا نورمال لحد 7 ايام، دي فتره نزول البيريود او نزول المنسز. بيحصل فيها حاجه مهمه جدا في اليوترس اسمها ديسكوميشن. ديسكوميشن هو عباره عن لو حصل ما حصلش بريجننسي، الديسكوميشن دوت هو يعني اللي هو الشيت اوف ذا سوبرفيشال لاير اوف اندوميتري. خلاص؟ ودي بتحصل ليه؟ لان يا جماعه لو ما حصلش بريجننسي هنلاقي ان عند اليوم ال 24 او ال 28 من البريود بيحصل سيفير ديكريس في الليفل بتاع البروجسترون وكمان الاستروجين، بس هو مينلي دوميننت على البروجسترون. لما بيحصل سيفير ديكريس في الليفل بتاع البروجسترون بيبدا يحصل سبازم او فازو سبازم لليوتراين سبايرال ارتريز. فهيبدا يحصل ايه؟ هيبدا يحصل ان السوبرفيشال لاير بتاعه الاندوميتريوم دي يحصل لها اسكيميا وتبدا ان هي يحصل لها سقوط مع نزول البريود. تاني فيز يا جماعه عندنا اسمها الفوليكولار فيز، وديت جايه من اسمها ديت الفوليكلز بتبدا ان هي تجهز عشان خاطر يحصل ماتوريشن لواحده منهم على الاقل، وديت بتبقى مينلي اندر ذا كنترول اوف اف اس اتش، ومين الدوميننت فيها؟ الاستروجين مش البروجسترون. طيب تقريبا يا جماعه احنا قلنا عند اليوم العاشر بيبدا يحصل ان تبقى فيه ماتور جرافيان فوليكل. الماتور جرافيان فوليكل دي بيحصل لها ان يبقى في اكسبريشن للاف اس اتش ريسبتورز بشكل عالي قوي فيها، يبدا يحصل ان الليفل بتاع الاستروجين هرمونز اللي هتتكون من خلالها يبقى كتير جدا، يبدا بعدها يحصل ال ال اتش سيرج وال ال اتش سيرج ويبدا يحصل الاوفيوليشن. الجروس بتاع الفوليكلز دي يا جماعه بيستيميليت اليوترس عشان خاطر بيبقى ايه؟ يبقى يحصل له ثيكننج عشان خاطر لو حصل فيرتلايزيشن.
هو يا جماعه اصلا الفيرتلايزيشن ممكن يحصل امتى؟ هو في الفتره بتاعه الاوفيوليشن. يعني الاوفيوليشن تقريبا لو احنا بنتكلم على منسترال سايكل نورمال من 28 يوم، تقريبا من اليوم ال 13 لليوم ال 15، والدوميننت فيه مين؟ اليوم ال 14. اليوم ال 14 ده هو اللي في الغالب هيحصل فيه الاوفيوليشن، واتفقنا ان الاوفم هتنها موجوده فايبل لمده 24 ساعه. بعد ال 24 ساعه لو ما حصلش فيرتلايزيشن هيحصل لها ديث. طب لو ما حصلش فيرتلايزيشن هيبدا الكوربس لوتيوم يقلل واحده واحده، هو اتكون هيبدا واحده واحده يشتغل لمده 10 ايام بشكل كويس. بعد ال 10 ايام هيبدا الشغل الكفاءه بتاعته تقل لمده 4 ايام، لحد لما هيحصل له بعد كده يتحول يحصل له اتريزيا او يتحول الى حاجه اسمها كوربس البيكانت. خلاص. طيب لو حصل فيرتلايزيشن هنلاقي ان الكوربس لوتيوم ده هيتنه شغال من 3 ل 4 شهور، يسموه كوربس لوتيوم اوف بريجنانسي. ايه الكوربس لوتيوم اوف بريجنانسي دوت؟ هيتن الكوربس لوتيوم دوت يفرز بروجسترون بكميات كبيره جدا، لان الناتشرال بروجسترون مهم جدا عشان خاطر بيعمل ثيكنينج لمين؟ للاندوميتريوم والطبقه بتاعه السوبرفيشال لاير بتاعه الاندوميتريوم، لان لما هيحصل فيرتلايزيشن مش هيحصل بيريود. ف لو حصل فيرتلايزيشن ده اللي هيحصل. طب لو ما حصلش فيرتلايزيشن هيجي الكوربس لوتيوم هيتنه يفرز بروجسترون لمده 10 ايام ويبدا يهدى بقى شويه. ما طالما ما حصلش فيرتلايزيشن لما الليفل بتاعه هيبدا يقل، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل فازوسبازم في الارتريولز بتاعه الايه الاندوميتريوم، ويبدا يحصل المينسيس. في المرحله بتاعه الفوليكولار فيزيا يا دكاتره بيبقى في بروليفيريشن للاندوميتريال سيلز، الاندوميتريوم بيجهز. بس مين الدوميننت اللي بيعمل ثيكنينج للاندوميتريوم؟ انا هنا بتكلم على اوفري وعلى يوترس. الاوفري بيجهز فيه البويضات، وعند اليوم العاشر تقريبا بيبقى فيه ايه؟ ماتيور جرافيان فوليكل. طيب بالنسبه لليوترس هنلاقي ان الاندوميتريوم بيبدا يحصل فيه ثيكنينج، وان الخلايا بتاعه الاندوميتريوم بتبدا تزيد، وان الاسترومال سيلز تبدا يحصل لها ديفايدنج، وان الجلاندس بتبقى ستريت. خلاص كل دوت بيحصل ليه؟ كل دوت بيحول ان الجلايكوجين بيحصل اكيوميليشن للجلايكوجين. كل ده بيحصل اندر ذا كنترول اوف استروجين ديورنج الايه الفوليكولار فيز، عشان خاطر لو حصل فيرتلايزيشن يبقى اليوترس دوت مهيئ ان هو يحصل جود امبلانتيشن. طيب الاوفيوليشن احنا اتكلمنا عنه، هنيجي بعد كده للليوتيال فيز. الليوتيال فيز ديت يا جماعه هي المرحله اللي بعد لما الاوفيوليتد ايج بتخرج بره الاوفري. طيب ايه اللي هيحصل على مستوى الاوفري وايه اللي هيحصل على مستوى اليوترس؟ اللي هيحصل على مستوى الاوفري ان هتبدا يكون حاجه اسمها كوربس لوتيوم، والكوربس لوتيوم زي ما اتفقنا هو هيبقى عباره عن النتاج بتاع الفيكا وبعض الجرانيولوزا سيلز، وهيبدا يتكون الكوربس لوتيوم ده هيسكريت البروجسترون اندر ذا كنترول اوف ال اتش. طب لما يفضل يسكريت البروجسترون، والله لو حصل فيرتلايزيشن خلال ال 24 ساعه هيبدا يحصل ايه؟ هيبدا يحصل ان الكوربس لوتيوم ده هيتنه يفرز بروجسترون لمده 3 ل 4 شهور، عشان خاطر البروجسترون ده هو اللي هيبدا يشتغل يخلي بطانه الرحم تنمو ويبقى ثيك مور ثيك. خلاص. طيب لو ما حصلش فيرتلايزيشن هتيجي يشتغل لمده 10 ايام، بطانه الرحم ديت عماله بتزيد، وبعد كده اخر 4 ايام اللي هم من اليوم ال 24 ليوم ال 28 هيبدا يحصل ايه يا جماعه؟ هيبدا يحصل سادن ديكريس في الليفل بتاع البروجسترون، ودوت هيؤدي الى ان يحصل فازو سبازم في اليوتراين ارتريولز، ويبدا يحصل شيد اوف ذا سوبرفيشال لاير اوف اندوميتريوم، ويبدا يحصل المينسيز من اول وجديد. يبقى ديت ال 28 يوم قسمناهم الى منستريشن وفوليكولار فيز. الفوليكولار فيز على فكره بتشمل اول يوم من الاسترويشن، يعني تقريبا لو هنقسمها 28 هنقول 14 يوم فوليكولار ستيج. جوه الفوليكولار فيز ديت هيبقى في جواها المنستريشن. اليوم ال 14 بيسموها الاوفيوليشن فيز، من اليوم ال 14 لليوم ال 28 بيسموها الليوتيال فيز. ادي التغيرات اللي بتحصل على مستوى الاوفري الفوليكلز وعلى مستوى الاندوميتريوم. ودوت الرسمه ديت مهمه جدا، الدياجرام دوت بيوضح لنا ادي البلساتايل جوناتو. يعني ايه بلساتايل؟ البلساتايل يعني بيفرز مش على طول بقى، لما بيحصل ماتيوريشن وبيبيريتي بيبدا الجوناتو تروبينيوليزنج هرمون يسكريت
سوري الهايبوثالاموس يسكريت الجونادوتروبين ريليزنج هرمون في بالسز عن طريق بالسز نفحات كده دفقات من الجونادوتروبين ريليزنج هرمون تقريبا كل 90 دقيقه. كل 90 دقيقه يحصل بالستاير ريليز للجونادوتروبين ريليزنج هرمون ويبدا يحصل القصه اللي احنا اتكلمنا فيها ديت. اللي انا عايز اوصله لكم في الرسمه ديت ان ال LH هيتفاعل مع الريسبتورز اللي موجوده على الثيكال سيلز الثيكا انترنا وهيبدا ينشط انزيم اسمه الديسموليز ياخد الكوليسترول يحوله الى اندروجينز تستوستيرون او اندروستين دايون، وبعد كده هيجي ال FSH يتفاعل مع الجرانيولوزا سيلز هينشط انزيم اسمه الاروماتيز. الاروماتيز ياخد الاندروستين دايون او التستوستيرون يحولهم الى استروجين او استرادايول، والاسترادايول هو الموست بوتنت فورم اوف استروجين. خلاص يبقى احنا عرفنا كده القصه بتاعت الهرمونز دي. هنلاقي بعد كده يا جماعه ان الفيميل الناتشورال استروجين عندها بيبقى موجود في اربع صور. اول صوره بيسموه استرون، الاسترون هو اللي بيسموه اي 1. الاي 1 دوت هو الدوميننت تايب اوف استروجين اللي موجود بوست مينيبوز، يعني ده نوع الاستروجين اللي بيبقى موجود ديورنج المينيبوز. ودوت يا جماعه بيفرز من الادرينال جلاند وبيفرز بكميات بسيطه من الاوفري وبيفرز من الاديبوست تيشو. خلاص الاسترون مش قوي، هو رقم 2 في القوه بعد الاسترادايول. امال ايه الاسترادايول؟ الاسترادايول اللي هو الاي 2 ودوت يا جماعه ذا موست بوتنت فورم اوف استروجينز. خلاص ودوت اللي بيبقى موجود ديورنج الايه الريبرودكتيف ايجز. وبعد كده في نوع ثالث اسمه الاستريول. الاستريول ده اثناء البريجننسي لما البلاسينتا بتبدا تتكون بيبدا البلاسينتا تفرز هرمون اسمه الاستريول اللي هو اي 3. طيب امال اثناء البريجننسي برضو، بس اثناء البريجننسي بيبقى فيه هرمون اسمه استترول، الاسترول اللي هو الاي 4. الاي 4 دوت مين اللي بيفرزه؟ ده الفيتال ليفر، الليفر بتاعه الفيتس هي اللي بتفرز الاسترول اللي هو اي 4. طب لو جينا نقسمهم من حيث القوه هنلاقي الاسترادايول رقم 1، بعد كده الاسترون، بعد كده الاستريول، بعد كده الاسترول. ايه بقى يا دكاتره هي الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل للمنسترول سايكل؟ عندي في لو انا هاجي هتكلم على اربع مشاكل ممكن تحصل. اول حاجه اسمها ديسمنوريا، تاني حاجه بري منسترول سندروم، ثالث حاجه اسمها ابنورمال يوتراين بليدنج، رابع حاجه اسمها اي منوريا. لو جينا نتكلم على الديسمنوريا، يعني ايه ديسمنوريا؟ حاجه في ديفيكولتي او في ديسفانكشن. منوريا اللي هي مين؟ المنسز. فيبقى difficult menses يعني ايه؟ يعني painful periods او menstrual cramps. ودوت الالم اللي بيحصل اثناء المنستريشن، وده ممكن يتعارض مع النورمال اكتيفيتي وبي ريكوايرد ثيرابيوتيك ابروتشز تو كنترول ذا سيمبتومز. يعني الاصل والطبيعي ان الفيميل اثناء المنستريشن ان ما يبقاش في بين. طيب ممكن يبقى في بين بس ده مش ابنورمال، سوري ده مش نورمال، ولكن لو كان مايلد ما بيبقاش بيقلق شويه، انما لو كان الالم ده سيفير دوت بيبقى فيه مشكله ومحتاجين نتعامل معاه. البين ماي رينج فروم مايلد تو سيفير، لدرجه ان بعض الفيميلز يا جماعه اثناء الفتره بتاعه الديسمنوريه ديت او الفتره بتاعه المنسز دي اول يومين ثلاثه من المنسز ممكن يبقوا بيد ريدن، ما بيقدروش ان هم يروحوا كليتهم يروحوا شغلهم، بيبقى فيه اوريدي الم شديد جدا يتعارض مع الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنجز. الديسمنوريا تقريبا عموما بتأفكت حوالي من 40 ل 90% من الومن ديورنج الريبرودكتيف ايج، 50% منهم ممكن يعانوا من سيجنيفيكانت سيمبتومز. اول حاجه برايمري ديسمنوريا، برايمري من اسمها ان هي حاجه مفيش بلفيك باثولوجي. امال ليه بيحصل الم؟ هنبدا نتكلم دلوقتي على ان في البروستاجلاندنز بتبقى موجوده وجدوا في الاندوميتريوم بتنشط بشكل او بيبقى الليفل بتاعها عالي جدا في الاندوميتريوم قبل البريود بحاجه بسيطه واثناء مرحله البريود، وبيبدا واحده واحده الالم دوت يقل لما بيحصل شيد اوف للسوبرفيشال لاير بتاعه الاندوميتريوم. طب تعرفها ايه؟ ريكيرنت حاجه بتحصل يعني كذا مره ورا بعض، ريكيرنت لور ابدومينال بين. ودوت يا جماعه ممكن يحصل جاست بيفور
or مع أول يوم من المنستريشن. خلاص؟ In the absence of any pathologic findings. طب دوت common في مين؟ common في الفيميلز اللي بيبقوا تقريبا أقل من 20 سنة. الإبيديميولوجي بتاعه تقريبا 90% ممكن من الجينيكولوجيكال كونديشن تبقى ديسمنوري. يعني من اكثر الحاجات شيوعا في مجال الومن هيلث ان الفيميلز بتروح العيادات عشان خاطر هي بتشتكي فعلا من الام بتاعه الديسمنوري. طب ايه السبب بتاعه؟ السبب بتاعه غير معروف، ولكن وجدوا ان اولا في ريسك فاكتورز تصاحب وجود البرايمري ديسمنوريه، وهي الايرلي منارش، الناس اللي بيحصل لهم منارش بدري زي ما اتفقنا ان ممكن من اول 8 سنين يحصل المنارش، او النالي باريتي الناس اللي ما ولدوش قبل كده، السموكرز والاوبيز، ولو كان في بوزيتيف فاميليال هيستوري. طب ايه الباثو فيسيولوجي اللي بيحصل؟ بصوا يا جماعه، هو الفكره في البرايمري ديسمنوريه ان مش بس مش احنا عمالين بنتكلم على ده ريسك فاكتورز، انما ايه المشكله الرئيسيه؟ المشكله ان في بروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز دي بتفرز امتى؟ لما بيحصل ويذدرول للبروجسترون. يبقى البروجسترون في اليوم ال 24 لل 28 لما بيبدا يحصل له ويذدرول ويبدا يقل، ايه اللي يحصل؟ بيبدا الليفل بتاع مع نزول البروجسترون ليفل يبدا البروستاجلاندينز ليفل يعلى شويه. لما بتعلى هي فين؟ في الاندومتريوم. فبتبدا قبل البيريود تقريبا بنص يوم، يعني زي مثلا لو هتيجي في يوم واحد ممكن من يوم 30 او 31 نص اليوم تبدا الفيميل دي تعاني من الالم ده. الالم ديت بتبقى ليه؟ بتبقى نتيجه ليه ان البروستاجلاندينز ديت دي انفلاماتوري ميدييتورز موجودين جوه الاندوميتريوم، بيبداوا يعملوا حاجتين مهمين. اولا ان هم بيعملوا كيميكال ايريتانت للايه؟ للنيرف، للبين نيرف فايبرز اللي هي الايدلت. الحاجة تانية ان هم بيبدأوا يعملوا البروستاجلاندينز دي يا جماعة من ضمن الحاجات اللي الفيزيشنز ساعات بيدوها عشان خاطر يعملوا اندكشن للليبر، يعني يسرعوا عملية الليبر، او لو عايزين يعملوا ابورشن، ميديكال ابورشن، خلاص ممكن تتاخد. فهي اصلا بتستيميليت اليوتراين كونتراكشن، فلما الليفل بتاعها يبقى بنسبة كبيرة جدا موجود في الاندوميتريوم دوت هيستيميليت اليوتراين كونتراكشن. لما يستيميليت اليوتراين كونتراكشن فدوت هيعمل بين، مش هنقول ان هو زي الطلق بتاع الولاده، ولكن لان اليوترس بيبقى حجمه صغير 50 وزنه من 50 ل 100 جرام، فهو هيبقى في بين، والبين دوت سببه كله وجود البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز دي مجموعه من الكيميكال ميدييتورز اللي بيبقوا موجودين وهم المسؤولين عن الانفلاميشن. خلاص كده بيعملوا ايه؟ بيبداوا يعملوا فازو كونستريكشن واسكيميا بيزودوا الاسكيميا اللي بتحصل لليوترس، وبيزودوا اليوتراين كونتراكشنز، فدوت من ضمن الحاجات اللي بتبقى مسؤوله عن حدوث. فالدياجنوزيس يا دكاتره بتاع البرايمري ديسمنوريا بيتكلم فيه ان احنا بيعمل اكسكلوجن للكونديشنز اللي ممكن تسبب السكندري ديسمنوريا، والتريتمنت قلنا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، واتفقنا ان هي بتقلل السايكل اوكسجينيز 1 والسايكل اوكسجينيز 2، ودوت بيقلل في الاخر البرودكشن بتاع البروستاجلاندين، فبالتالي هي من ضمن الحاجات اللي بتستخدم بشكل واضح جدا في السيمتوماتيك بين ريليف للبرايمري ديسمنوريا. الفيزيوثيرابي ممكن ان احنا نستخدم المويست هيت والتنس واللو ليفل ليذر ثيرابي والانترفرنشال والريلاكسيشن تريننج والكينيزيو تيب والايروبيك تريننج او الايروبيك اكسرسايزز. كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم باذن الله عنها بالتفصيل دلوقتي. كمان ممكن الفيزيشنز ياخدوا كسكند لاين اوف تريتمنت ان هو يدي هرمونال كونتراسيبتيفز، يعني ايه؟ يدي ممكن كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز، وديت بتبقى عباره عن جرعات من بيلز بتبقى موجود فيها كميات ثابتة من الاستروجين والبروجسترون، ودوت بيبقى وجدوا ان الناس اللي بتاخد الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز بيبدا يحصل بيقل عندهم البرودكشن بتاع البروستاجلاندين، ولكن مش هي الفيرست لاين بتاع التريتمنت اوف برايمري ديسمنوريا. سكندري ديسمنوريا من اسمها سكندري، يعني في مشكله موجوده في البلفس هي اللي عامله المشكله دي. بتبقى الالم طبيعته عند
البرايمري ديس السكندري ديس منورية بيبقى الالم في الغالب بيبقى ضال ايكينج بين، وممكن يبقى كرامبي ولكن في الغالب بيبقى ضال ايكينج بين، والالم بيحصل قبل المنستريشن ويبدا يهدى مع المنستريشن. خلاص تقريبا بيبقى كومون في الميدل ايج وومن، ومن بيبقى تقريبا من 30 ل 35 سنه، وبيحصل في الاوفيولاتوري والان اوفيولاتوري سايكل. يعني ايه يا جماعه الاوفيولاتوري والان اوفيولاتوري؟ اوفيولاتوري سايكلز اللي هي السايكل اللي بيحصل فيها اوفيليشن الطبيعي اللي احنا قلناه اللي هو دي بيسموها الاوفيولاتوري سايكل. طب ايه الان اوفيولاتوري سايكل؟ الان اوفيولاتوري سايكلز هي السايكل اللي بتحصل مع عدم وجود اوفيليشن، يعني سايكل بتحصل احنا قلنا في فوليكولر ستيج وفي المنستريشن ضمنها، يعني من ضمنها، وبعد كده في الاوفيوليشن وبعد كده في اللوتير فيز. الاوفيوليشن ما بيحصلش في الان اوفيولاتوري سايكل، ما بيحصلش اوفيوليشن، يعني الماتيور ايج ديت او هي حتى ولو ما حصلهاش ماتيوريشن ما فيش ايج بتطلع بره الاوفري. طب معنى كده ان لو ما فيش ايج خرجت بره الاوفري هل ده يعني ان مش هيحصل منسز؟ لا، الطبيعي في الحالة ديت اولا هي بتبقى المنسز بيتلخفن، انما بيحصل منسز ولكن ما بيبقاش ديو تو ان حصل withdrawal للبروجسترون. امال ايه بقى اللي بيحصل في الان اوفيولاتوري سايكل؟ ان الشيدنج اوف ذا اندوميتريوم سوبرفيشال لاير بتاعه الاندوميتريوم بيعتمد على الاستروجين، لان مفيش بروجسترون بشكل واضح. ليه يا جماعه؟ لان اصلا مفيش ايج خرجت بره الاوفري وتكون بعدها كوربس لوتيه، ما هو ده اللي هيفرز البروجسترون. طب هو اصلا ما حصلش اوفيوليشن، يبقى معنى كده ان مفيش بروجسترون اصلا، يبقى معنى كده ان هيبقى الفلكتويشن بتاع الليفل بتاع الاستروجين هيبقى عامل كده، يبقى هنا حصل منسز وهنا منسز، فنزول الكيرف بتاع الاستروجين هو اللي هيعمل شيد اوف ذا سوبرفيشال لاير اوف اندوميتريوم. طيب ايه البوسيبل؟ يبقى ده يبقى السكندري بتحصل في الاوفيولاتوري، ممكن تحصل في يعني واحده الاوفيولاتوري سايكل بيحصل اوفيليشن حتى ولو كان الاوفيليشن ده مش منتظم، يعني ما كانش في اليوم ال 13 لل 15 المتوسط ال 14، ولكن بيحصل اوفيليشن، البريود متلخفنه والاوفيليشن فيز بتبقى هي كمان اتلخفنت. ولكن ان لما بيحصل الان اوفيولاتوري سايكل فدوت معناها ان اصلا ما حصلش اوفيوليشن. طيب ايه البوسيبل كوزز اللي ممكن تعمل سكندري ديسمنوريا؟ اول حاجه واشهر حاجه الاندوميتريوزس، بطانه الرحم المهاجره، ان شاء الله هنتكلم عليها في محاضره بتاعه الكرونيك بيلفيك بين، او ان يبقى في بيلفيك انفلاماتوري ديزيز، ان مثلا حصل بيلفيك انفيكشن وفي انفلاميشن في البلفز، او ان يبقى في يوتراين لايوميوما او فايبرويدز، ودي هنتكلم برضو عنها مجملا كده في ان شاء الله في المحاضره بتاعه الكرونيك بيلفيك بين، او ان يبقى في وهي الفايبرويدز اللي هي الاورام الرحم الليفيه اللي هي الاورام الحميده. وبعد كده في حاجه تاني كوز اسمه ادينومايوزس. ايه الادينومايوزس؟ هو وجود بطانه الرحم جوه عضلات الرحم. احنا عارفين ان اليوترس في بيريمتريوم ودي الطبقه الخارجيه، وبعد كده في مايوميتريوم ودي الطبقه العضليه، وبعد كده في الاندوميتريوم. الاندوميتريوم وجود جزء منه انسايد بيحصل انفيجن جوه المايوميتري، فده طبعا من ضمن الحاجات، وطبعا هيبليد اثناء المنستريشن او بيحصل له شيد اوف وبيعمل انفلاميشن وبيبقى فيه بين جامد جدا بيسموه سكندري ديسمنوريا. البوليسيستيك اوفري تكيسات المبايض من ضمن الحاجات اللي بتعمل سكندري ديسمنوريا. البولي البلفيك ادهيجنز لو في اي مثلا عمليه او في انفكشن اتعملت للبلفس ممكن يبقى في ديفلوبمنت للادهيجنز، والادهيجنز ديت هي اللي ممكن تعمل ايه السكندري ديسمنوريا. او لو في بلفيك كونجيشن سيندروم. يعني ايه بلفيك كونجيشن سيندروم؟ الفينس ريتيرن يا جماعه بتاع الفيميل ريبرودكتيف سيستم بتاع الاوفري واليوترس لو حصل له افكشن، يعني لو حصل ان في اي حاجه خانقه الفينس ريتيرن او الفينس سيركيوليشن فدوت هيعمل حاجه اسمها بلفيك كونجيشن سيندروم. ومشهور قوي حاجه اسمها نات كراكر سيندروم. النات كراكر سيندروم دوت بيبقى ان الاوفيريان فين مش قادر ان هو يعمل درينج لي او يعمل الفينس، يفضي الفينس ريتيرن او السيركيوليشن في الليفت
رينال فين نتيجة ليه؟ إن الليفت رينال فين نفسه بيبقى مضغوط بالسوبيريور ميزنتريك أرتري، وده بيسموه نوت كراكر سيندروم. نوت كراكر سيندروم، أو لو في أي مشكلة، لو في أي أدهيجنز هي اللي خلق الفينا سيركيوليشن، فده بيسموه بلفيك كونجيشن سيندروم. أو لو في انترا يوتراين ديفايس، بعض الناس اللي بتركب وسائل منع الحمل والكلام ده كله بيبقى لو ما حصلش طبعا يعني حمل، انما لو حصل حمل مفيش اوريدي بيريود هتبقى موجوده يعني. او سيرفيكال ستينوزس، لو السيرفكس او ذا يوترس بيبقى فيه ستينوزس ضيق، ده من ضمن الحاجات، فبيبقى نزول المنسز مش سهل، فدوت بيعمل سكندري ديسمنوريا. الدياجنوزس والكلينيكال فيتشرز بتاعت السكندري ديسمنوريا بيبقى كوليكي سوبرا بيوبيك او ضل ايكنج بين، خلاص، وهو في الغالب بيبقى ضل ايكنج بين اللي هو بيسموه كونجستيف ديسمنوريا، والبين دوت بيصاحبه لوباك بين، وممكن يبقى موجود بعد سنين من عدم وجود مشاكل في المنستريشن، يعني المنستريشن بتحصل مع عدم وجود اي الم، ولكن مع ظهور الجينيكولوجيكال ديس اوردرز اللي قلنا عليها زي الفايبرويدز او الاندوميتريوزيس او البلفيك كونجيشن سيندروم او الكلام ده كله، ممكن بعد كده هيعمل بقى الم، فهيبقى الفيميل دي ما كانتش بتشتكي من اي الام اثناء المنستريشن، تيجي مره واحده تشتكي من الام، خلاص. الالم دوت بيبدا فيو دايز بيفور المنسز وجرادولي ديكريز باي ذا اونست اوف منسز، خلاص. وده اللي بيميز مين البرايمري عن السكندري، يعني السكندري الالم بتاعها هيجي في قبل المنسز بكام يوم ويبدا يهدى مع نزول المنسز، بعكس مين البرايمري. البرايمري بيجي يا دوبك جاست بيفور اور in the first day of menstruation. التريتمنت هنا هيعتمد على بين ريليف عموما، بما ان ده بين فهيبقى نونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او تنس كحاجه مسكنه، انما لازم تعالج السبب الرئيسي. يعني واحده عندها فايبرويدز لازم يتعمل لها تريتمنت للفايبرويد عشان خاطر تقلل السكندري ديسمنوري، انما ما تروحش تعالج بس الاعراض، عالج بقى السبب اللي فيه مشكله. واحده عندها مثلا اندوميتريوزس هتاخد هرمونال تريتمنت مثلا او فيزيوثيرابي مانجمنت ان شاء الله لما هنتكلم عنها في الكرونيك بيلفيك بين، خلاص. فلازم نروح نعالج السبب ما نعالجش العرض بس. ايه الفيزيكال ثيرابي بقى فور برايمري ديسمنوريا؟ ودوت الرول المهم جدا، وعايزين يبقى عندنا درايه ومعرفه بيه، لان هنقدر نساعد باذن الله فعلا الفيميلز دول. اول حاجه التنس يا جماعه ايفيدنس بيسد. اولا انا ذكرت لحضراتكم حاجات كتيره جدا في الفيزيوثيرابي موداليتيز، ولكن هي يعني كلها ايفيدنس بيسد ما عدا البلس شورت ويف ثيرابي، في كلام في الكتب عليه، ولكن ما لقيتش اي رساله بتعضد الدور بتاعنا، على الرغم ان في حاجات للثيرمو زي الميكروويف مثلا، على الرغم ان هي بقت ممنوعه عالميا على حد ما اعلم. الثيرمو ثيرابي افكتيف جدا في حالات البرايمري ديسمنوري، ولكن كل اللي هجيبه لكم ال10 موداليتيز اللي احنا ممكن او ال10 approaches اللي احنا ممكن نساعد بيهم الفيميلز اللي بتشتكي من برايمري ديسمنوريا كلهم evidence based، يعني كلهم اتعمل عليهم ابحاث كتيرة جدا عشان خاطر تثبت ان فعلا في دور مهم وفي رول للفيزيوثيرابي عشان نقلل البرايمري ديسمنوريا اللي هي واحدة من اشهر الابنورماليتيز اللي بتحصل للمنسترال سايكل. اول حاجه التنس يا جماعه، احنا عارفين الترود بليسمنت هنحطه يا اما على اللور ابدومين يا اما على اللور باك يا اما على الاكيو بوينت او الاكوبنشر بوينت. لما نيجي نتكلم هو البرايمري ديسمنوريا ده، هو ده اكيوت بين ولا كرونيك بين؟ ده اكيوت بين، فهنتكلم على هاي فريكوانسي تنس مش هنتكلم على لو فريكوانسي تنس، خلاص، لان الهاي فريكوانسي تنس هو اللي هيشتغل على الجيت كنترول ثيوري، لان ده اكيوت بين. انما لو جينا نتكلم على اللو فريكوانسي تنس، وهنشوف حتى من الابحاث اللي اتعملت وجدت ان الهاي هو اللي بيشتغل كويس ويقلل الالام، انما اللو ما بيشتغلش كويس على البرايمري ديسمنوريا، لان فكره انت هتشتغل بانهي جهاز وهتشتغل بانهي فريكوانسي او هتظبط الفريكوانسي ازاي، ده المهم ان انت تعرفه. فهنشتغل في البرايمري ديسمنوريا بما ان هو اكيوت بين بالهاي فريكوانسي تنس اللي هو بنقدر نحسبه من 50 ل 120 هرتز. طب البالس ويدث هيبقى حوالي 100 مايكرو سكند. طب الانتنستي، خلاص انت حضرتك عارف ان دوت على السنسوري ليفل اكوردنج تو بيشنت توليرانس. طيب الديوريشن لازم يا جماعه من 20 ل 60 دقيقه
خلال اليوم. وعلى فكره التنس ممكن الفيميل اصلا بتجيبه في البيت، وبيبقى جهاز ديفايس صغير ممكن تشتريه، وممكن هي تتعلم تعمل له ابلكيشن في البيت وتقدر تستخدمه كذا مره في اليوم، ما فيهوش اي مشكله. طيب الهاي فريكوانسي تنس تقريبا الانالجيسك افكت بتاعه تقريبا بيقعد حوالي ساعتين تقريبا، ولكن ده مهم لان الفيميل ممكن تعمل التنس الهاي فريكوانسي تنس في اليوم مثلا 4-6 مرات، فهيقلل لها الالم بشكل كويس وذوت اني سايد افكتس اللي الدراجز بتعملها. خلاص، اللي هي ابسطهم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي اصلا ليها مشاكل كتير بتزود، لان هي في الغالب بتبقى نون سيلكتيف، بتشتغل على السايكل اوكسجينيز 1 والسايكل اوكسجينيز 2، فبتعمل بتزود فرصه حدوث البليدنج او الجاستريك ألسر، و ليها هيباتوتوكسيستي وليها كيدني توكسيستي او نيفروتوكسيستي، بتزود التوكسيستي للفيتال اورجنز زي الليفر وزي الكيدني. فالتنس دوت حاجه ملهاش اي اثار جانبيه لو اتعملت صح. طب الديوريشن اتعملت ريفيو سنه 2020 اللي احنا السنه اللي بكلم حضراتكم فيها دي. الريفيو ديت يا جماعه اوضحت ان لازم على الاقل عشان التنس يشتغل مع البرايمري ديسمنوريا او عشان افعل الجيت كنترول ثيوري مش اقل من تلت ساعه. يبقى الناس اللي بتعمل التنس 5 دقائق و10 دقائق مش هيجيب نتيجه او مش هيفعل الجيت كنترول ثيوري. خلاص كده؟ طيب عايزين نعرف اصلا هو الجيت كنترول يعني في الدراسه، هي الدراسه دي اتعملت سنه 2010، وجدوا ان الهاي فريكوانسي تنس هو الافكتيف في حالات البرايمري ديسمنوريا بعكس اللو فريكوانسي تنس ما كانش افكتيف او ما قدروش يثبتوا ان هو افكتيف. دراسه ثانيه اتعملت سنه 2013 التنس سيم تو بي افكتيف ان مانجمنت اوف برايمري ديسمنوريا. الميزه اللي فيه ان هو فري فروم ادفيرس افكتس او سايد افكتس بتاعت الانالجيسكس. خلاص كده؟ طيب الجيت كنترول ثيوري انا كان نفسي ان انا اشرحها لكم بشكل كويس، ولكن يعني هحاول قدر المستطاع. احنا يا جماعه عندنا البين بيتنقل عن طريق سي واي دلتا. الاي دلتا بتنقل الاكيوت بين الفاست بين، والسي فايبر بتنقل السلو بين او الكرونيك بين. احنا بما اننا بنتكلم دلوقتي على برايمري ديسمنوريا فده اكيوت بين، فهنتكلم على الاي دلتا. يبقى الاي دلتا بينتقل عن طريق الايه؟ بينقل الاكيوت بين اللي هو بتاع البرايمري ديسمنوريا. الاي دلتا اما بيدي فيرست اوردر نيورون بعد باول الفيرست اوردر نيورون بينتهي في لامينا 2. لامينا 2 ديت اللي بيسموها سبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي، وبيبدا يفرز ماده اسمها الجلوتاميت. الجلوتاميت دي هي اللي بتعمل اكتيفيشن للسكند اوردر نيورون، وبما ان دوت اكيوت بين فاست بين فبيطلع على طول من السباينال كورد يعمل كروسنج للاوبزيت سايد ويطلع الى الثالاموس على طول، فبيسموه سباينو ثالاميك تراكت لان دوت اكيوت بين. ده السكند اوردر نيورون. يبقى السكند اوردر نيورون ينتهي عند الثالاموس. الثالاموس دوت السكرتير بتاع البرين. السكرتير بتاع البرين يعني مفيش حاجه تعدي كده للبرين الا لازم لما تعدي من تحت ايده الاول. فالثالاموس يدي ثيرد اوردر نيورون للبرين يعمل اكتيفيشن لاربعه اريا. السيجنالز ديت بتاعه البين ديت هتروح في فين؟ حاجه اسمها سوماتو سنسوري اريا. اولا في السنسوري اريا، السنسوري اريا فالعين يحس ان في الم، عشان كده هو في البرايمري ديسمنوريا البروستاجلاندين بتعمل اكتيفيشن بتعمل الريتيشن سوري انا اسف للسي فايبر للاي دلتا فايبرز، فالاي دلتا هيحصل لها اكتيفيشن فيرست اوردر نيورون يفرز الجلوتاميت، يحصل اكتيفيشن للسكند اوردر نيورون سريع لان ده فاست بين، يحصل اكتيفيشن للسباينوثالاميك تراكت، الثالاموس بعت للبرين، فيبدا العيان يحس اول حاجه يحصل اكتيفيشن للسنسوري اريا فالعيان يحس بالم. تاني حاجه يحصل اكتيفيشن للسوماتو سنسوري اريا، العيان يحس يقول لك الالم ده وجع مثلا كيميكال، الالم ده وجع ميكانيكال، الوجع الالم دوت جاي نتيجه لخبطه للسعه لاي حاجه، اي حاجه عملت الريتيشن للنوسيسيبتورز. بعد كده يحصل اكتيفيشن للموتور كورتكس، فممكن يحصل فيها للعضلات اللي حوالين المكان دوت او العضلات المكان دوت بيحصل اكتيفيشن للموتور اريا. بيبدا يحصل اكتيفيشن لحاجه اسمها الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم دوت اللي هو المسؤول عن الميموري وعن الايموشنز، فتلاقي العيان مثلا ممكن بيبقى اتالم او بيبان عليه ان هو متاثر او الكلام ده كله. فبيبدا يبقى ده انتقال الالم الفاست بين انتقل بالشكل دوت، فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون. طيب
الفكره بقى كلها الهاي فريكوانسي تنس، مش بس الهاي فريكوانسي تنس. بصوا يا جماعه، الريسبتور عندنا فيه نوسيسبتورز، والنوسيسبتورز دول هم اللي بينقلوا الالم. طيب ايه هم اللي هم النوسيسبتورز اللي متوصلين بالسي فايبر والايدلت؟ طب في عندي ريسبتورز تانيين لو حصل لهم استيميليشن لقوا ان هم سبلايد بسنسوري نيرف اي بيتا او البيتا، والبيتا ده لارج دايمتر افرنت، سريع جدا، اسرع من الايدلتا، الايدلتا لايتلي مايلينيتد، طب والسي ان مايلينيتد. فلما بيحصل يا جماعه اكتيفيشن للميكانو ريسبتورز عن طريق الموبيلايزيشن او عن طريق التاتش ريسبتور، عن طريق الكينيزيو تيب او عن طريق المايوفاشيال ريليز، او يحصل للفوتو ريسبتورز اكتيفيشن عن طريق الليزر، او يحصل اكتيفيشن للميكانو ريسبتور عن طريق الالترا ساوند او الشوك ويف او الميكانيكال فايبريشن او الموبيلايزيشن جريد 1 وجريد 2، او ان يحصل اكتيفيشن للنورمال ثيرموسيبتور ثيرموريسبتورز اللي هم ايه، الحراره اللي هي المعتدله او البروده اللي هي معتدله، ولكن من اللي هنا بتكلم على النورمال ثيرموريسبتورز. اما بيحصل اكتيفيشن للثيرموريسبتورز دول او الفوتوريسبتورز او الميكانوريسبتورز او التاتش ريسبتورز او الكومبريشن ريسبتورز او البريشر ريسبتورز، او كل دول سبلايد بالبيتا، والبيتا يا جماعه سريع جدا. ايه اللي بيحصل؟ البيتا وهو داخل لما بيحصل اكتيفيشن للبيتا، البيتا ما بتعملش ريلي، ما بتريحش في السبستانشا جلاتينوزا اوفرولاندي، ده سريعه جدا، حتى ما بيحصلهاش كروسنج للاوبزيت سايد، فهي معديه على السبستانشا جلاتينوزا اوفرولاندي بتبقى سايبه برانش للبيتا في الايه، في السبستانشا جلاتينوزا. لما بيحصل اكتيفيشن للبيتا عن طريق الريسبتورز اللي احنا عملناهم ستيميوليشن بقى بالتنس بالموبيلايزيشن بالكينيزيو تيب بالليزر باي حاجه، اللي هم الريسبتورز اللي سبلايد بالبيتا سنسور، فبيبدا البرانش دوت لما يحصل اكتيفيشن للبيتا يفرز ماده اسمها الجابا، جاما امينو بيوتريك اسيد. الجابا ديت يا جماعه بتعمل ايه بقى؟ اولا دي بتفرز في السبستانشا جلاتينوزا اوفرولاندي، فيحصل ايه؟ تقلل البرودكشن بتاع مين؟ بتاع الجلوتاميت اللي هو افرز اصلا من مين؟ لما حصل اكتيفيشن للايدلتا عن طريق البروستاجلاند اللي عملت لها ستيميليشن. فاولا كده انا عملت ايه بقى؟ انا قطعت الطريق اصلا ان يحصل فايرنج للسكند اوردر نيورون بتاع مين؟ بتاع الفاست فايبر بين فايبرز. خلاص كده، يبقى انا عملت اصلا، انا قفلت السكه عن طريق ان انا قللت او منعت البرودكشن بتاع الجلوتامات. الحاجه الثانيه ان في عندي حاجه اسمها تي سيلز، التي سيلز دي صححتها وخلتها تتفعل وتشتغل، فكمان التي سيلز دي هتعمل ايه؟ هتعمل قفل او هتعمل بلوكج للسيجنالز ان هي يحصل فايرنج للسكند اوردر نيورون، فالعيان اصلا يحس بالالم. خلاص كده، يبقى دوت التنس بيشتغل، الهاي فريكوانسي تنس بيشتغل عليك. ده باختصار الجيت كنترول ثيوري. الدراسة دي اتعملت سنة 2017، لقوا ان التنس افكشيس اند سيف ان ريليفينج البين وذ برايمري ديسمينوريا، واتعملت سنة في شهر يناير في السنة الحالية 2020 اتعمل ريفيو اتنشر في الانترناشونال جورنال اوف وومن هيلث، وقال ان سيفرال ستاديز اتعملت على الافكتيفنس بتاع التنس، وكانت فعلا كلها كان فيها بعض الليميتيشنز، ولكن كلها ادت بوزيتيف افكت للتنس على البرايمري ديسك مينوري، وده ان ليه بوتنشال فاليو محترم جدا. تاني جهاز معانا مهم جدا 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 اسمه البالسد الكتروماجنتيك فيلد ثيرابي. البالسد الكتروماجنتيك فيلد ثيرابي في عندي تو اوبشنز، بعض الاجهزه بتبقى بالالكترودز، وبعض الاجهزه بيبقى اللي هو المكان الكبير دوت وبيتحرك على السرير، وبتبدا ان انت توصله بالجهاز وبيتوصل بالجهاز وبيحصل اكتيفيشن للماجنتيك فيلد. لو احنا لو يعني لو حد هيبقى نايم على السرير بيبدا ان يتظبط على الليفل بتاع الويست او اللور باك او اللور ابدومين اللي هو السيركل ديت، بتبدا ان هي تتحرك تتثبت او تبقى على الليفل دوت، او لو كان الالكترودز بيبدا الالكترود دوت يا جماعه واحد يتحط على اللور ابدومين سوبرا بيوبيك، والتاني ممكن يتحط على اللور لامبر سباين. في دراسات اتعملت على الليفل بتاع من تي 10 ل ال 1، ودراسات اتعملت على الليفل بتاع من ال 4 ل اس 3. الفريكوانسي احنا دايما في برضه في الماجنتيك فيلد ثيرابي بنتكلم على لو فريكوانسي،
يعني بيبقى اقل تقريبا من 100 هرتز. فالفريكوانسي اللي اتعمل كان حوالي 50 هرتز، والديوريشن كانت بتتراوح من نص ساعه الى ساعه، والانتنستي كان بتبقى حوالي 60 جاوز. والبلس الالكترومغنيتيك فيلد كان الدراسات اللي اتعملت بيفور ذا اونست اوف منستريشن، يعني قبل حدوث المنستريشن، واول وتاني يوم لمده 3 شهور متواصلين. يعني ايه؟ يعني خلال اليوم اللي قبل المنستريشن واليوم الاولاني والتاني بتاع المنسترال سايكل، وبعد كده تريح خالص وما تعملش اي حاجه، وتيجي اليوم اللي قبل المنستريشن والاول والتاني من المنسترال سايكل الثانيه، وكمان بعد كده للثالث. خلاص الريزلتس كانت هايله لدرجه ان في دراسات اتعملت. الدراسه ديت اتعملت سنه 2017، قالت ان البلس الالكتروماجنتيك فيلد was effective than diclofenic drugs، يعني احسن من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز في ريليفنج البين والاسوشيتد سيمبتومز اللي بتصاحب البرايمري ديسمنوريه. دراسه ثانيه اتعملت برضو سنه 2017 قالت ان البلس الكتروماجنتيك ويف والليزر الاثنين افكتيف في البرايمري ديسمنوريه، ولكن كانت في بيتر افكت للبلس الكتروماجنتيك ويف اكتر من الليزر. يعني الاثنين جابوا نتائج حلوه، ولكن الماجنتيك فيلد كان افضل واحسن من الليزر. البلس دراسه ثانيه اتعملت سنه 2018 قال ان البلس الكتروماجنتيك فيلد از افكتيف ان امبروفينج البين مع البرايمري ديسمنوريه. وطب ازاي يا جماعه البلس الكتروماجنتيك فيلد بيحسن الالم عند الناس اللي عندهم برايمري ديسمنوريا؟ لو ان هو بيقلل السوفت تيشو انفلاميشن عموما عن طريق ان هو بيالتر السيل ممبرين بوتنشال، ممبرين بوتنشال. لو انتم فاكرين ان كل خليه كان لها ريستنج ممبرين بوتنشال، لما بيحصل انفلاميشن الريستنج ممبرين بوتنشال في الغالب بيزيد، لما بيحصل ديجنريشن الريستنج ممبرين بوتنشال في الغالب بيقل. فالبلس الكترومغنيتيك فيلد بيرجين الايه الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الخلايا، وبيقلل الانفلاماتوري ايديما والهيماتوما اللي بتصاحب الانفلاميشنز عموما، وبيحسن المايكرو سيركيوليشن. فهو بيحسن المايكرو سيركيوليشن. فعشان كده لما دلوقتي المشكله ان في بروستاجلاندينز متكونه في الاندوميتريوم بشكل عالي جدا، فيا اما امنع تكوينها، يا اما لو اتكونت ان انا نشط الدوره الدمويه بحيث ان هي اولا الاسكيميا تقلل الاسكيميك افكت اللي كانت البروستاجلاندين عاملاه، ثانيا ان هي هتريلاكس السموث ماسلز بتاعه المايوميتريوم فهتبدا تقلل اليوتراين كونتراكشنز شويه، ثالثا ان هي هتبدا تعمل ووش اب للويست برودكتس زي البروستاجلاند. ده البلس الكتروماجنتيك فيلد مهم جدا 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 نركز عليه بعد اذنك. اللو ليفل ليزر ثيرابي لسه قايلين ان في دراسه اتعملت ولقت ان ليه افكت كويس جدا. في دراسه ثانيه اتعملت سنه 2016، الليزر يا جماعه في عندي طريقه سكانر اللي هو الليزر بيمسح بيبقى ماشي الويفز او الاشعه، سوري الاشعه بتبقى بتعمل سكاننج على اريا كبيره، او ان هو ممكن يبقى بوينتر اللي هو بكل بالنقط، يعني على كل نقطه بتاخد مقدار معين من الليزر. الليزر شون هاز بين شون تو كوز، اول حاجه ان هو بيزود الاي تي بي طبعا احنا عارفين كده، وليه انتي انفلاماتوري ريسبونس. ليه يا جماعه ليه انتي انفلاماتوري ريسبونس؟ لان الليزر من ضمن الحاجات اللي بتعمل انهيبيشن للسايكل اوكسجينيز، فبيقلل البروستاجلاندين. مش بس كده، الليزر من ضمن الحاجات اللي بتزود البلاد سبلاي عن طريق النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد الغاز اللي بيتكون بعد الليزر، اللي هو بيعمل ايه يا جماعه؟ اللي هو بيعمل فازو دايليتيشن وبيزود البلاد سيركيوليشن وبيحسن السيركيوليشن، بلس ان بيحصل اكتيفيشن للسايكليك ادينوزين مونوفوسفيت اللي بيعمل ايه؟ اللي هو ليه ريلاكسنت افكت على السموث ماسلز بتاعت الايه؟ بتاعت اليوترس. بلس ان كمان يا جماعه الليزر مهم جدا لانه بينشط الدوره الدمويه، عشان خاطر الليزر مش بس بيزود الاكسجينيشن، الليزر بيزود لان الاكسجين لو اتوجد حر كده بيبقى ليه دينجرس افكت وتوكسيك افكت. فالليزر وجدوه ان هو بيزود حاجه اسمها السوبر اوكسايد ديسميوتيز. ايه السوبر اوكسايد ديسميوتيز ده؟ السوبر اوكسايد ديسميوتيز دوت هو اللي بياخد بيقلل الاوكسيديتيف ستريس، فبيخلي الاكسجين يقل التوكسيستي بتاعته،
يبقى هو مش بس بيحسن كمان الاستروجين سوري الاكسجين، لا ده هو كمان بيقلل التوكسيك افكت بتاع الاستروجين عن طريق ان هو بيحوله الى اللي هو ال H2O2. ف او حتى لو كان الاكسجين زاد فدوت برضو بيقلل التوكسيك افكت عن طريق ان هو بيقلل الميوتيشنز اللي ممكن تحصل والفري راديكلز اللي ممكن تحصل نتيجه لتكوين الاكسجين. الليزر ممكن يتعمل على يا اما يتعمل على الباك او اللور ابدومين، وزي ما حضراتكم عارفين مثلا من ال 4 ل اس 3 او يبقى سوبرا بيوبيك. ده لو هنعمله على الدايركت على المكان اللي فيه البين. انما ممكن يتعمل على الاكوبنشر بوينت، وفي دراسه اتعملت سنه 2016 وجد ان حاجه اسمها كونسبشن فيسل 4 اريا وكونسبشن فيسل بي اريا، ودي تقريبا يا دكاتره بتبقى حوالي الميد لاين بتاع الامبليكس بيبقى تحتيه بعرض صباعين اللي هو 1.5 كون بيبقى اللي هي سي في 4، وتحت السي في 4 بعرض صباعين اللي هو 1.5 كون بيبقى في الميد لاين بيلو الامبليكس بيبقى النقطه اسمها كونسبشنال فيسل 6. لما حصل عملوا الليزر على النقط ديت وجدوا ان هو افكتيف جدا وسيف في تقليل الالام بتاعه البرايمري ديسمنوريه. الانترفرنشال كارنت دوت خطير جدا. ليه بقى؟ لان هو يا دكاتره احنا بنضحك على الجسم عن طريق ان احنا بندخل من بره ميديوم فريكوانسي كارنت، وفي الاخر الانتر اكشن اللي بتحصل الاكس اللي بتحصل بتبقى المحصله بتاعه الحاجه اسمها البيت فريكوانسي. يبقى الكارير فريكوانسي من بره عالي ميديوم فريكوانسي كارنت خلاص حوالي 4000 هرتز، 4000 هرتز شانل بتبقى 4000 هرتز، واللي تشانل الثانيه مثلا تبقى 3900. فلما يحصل انتر اكشن ما بين الكارنتس يعمل حاجه عندي اسمها بيت فريكوانسي. البيت فريكوانسي دوت يبقى كام؟ تقريبا لو كان 100 فده يبقى واخد نفس الكاركترستكس بتاعه التنس حلو، ولكن الميزه ان فيه ان هو بقى ديبر عشان خاطر هي دي ميزه الانترفرنشال. خلاص كده الديوريشن بتاعته بتتعمل لمده من تلت ساعه لنص ساعه. في دراسه اتعملت سنه 2019 وجدت ان التنس والانترفرنشال ايكوالي افكتيف، هاويفر التوليرانس في العيانين يعني ايه يا جماعه؟ يعني العيانين تحملوا افضل الانترفرنشال اكتر من التنس، وكان الريزلتس بتاعته افضل. الانترفرنشال دراسه ثانيه اتعملت سنه 2019 وجدوا ان هو لو اتعمل بالكوادري لاترال او الكوادري بولر مود اللي هو فكره الكريس كروس مع ان يبقى في دايناميك فيكتور، يعني ان الكهرباء بتعمل زي الكترو مساج افكت، الكهرباء تبقى عماله بتروح وبتيجي بتروح وبتيجي بتمسح كده خلاص بيسموه فيكتور دايناميك فيكتور وستاتيك فيكتور. احنا يفضل ان احنا نعمل الدايناميك فيكتور عشان دوت بيمسح اريا اكتر بالكهرباء فبيقلل الالم بشكل افضل. الهيت ثيرابي اتعملت سيستماتيك ريفيو على استخدام الهيت ثيرابي عموما، سواء الهيت بالصوره المعروفه بتاعه الووتر بقى سواء او حاجه هوت باكس او حاجه، او حتى الثيرمو ثيرابي اللي هو بقى الميكروويف والكلام ده كله. بس احنا اتفقنا ان في حاجات حتى الان السيفتي بتاعتها فيها مشكله، انما الهيت العاديه سواء الهوت باكس او الهيدروكوليتور زي ما حضراتكم شايفين الهيدروكوليتور دوت مست ان هو بيبقى فيه البادز دي بتبقى جواها سيليكا، والسيليكا دي بتحتفظ بدرجه الحراره بشكل عالي جدا، بيبدا تتحط فوطه وتبدا تتحط على المكان اللي فيه بين، بتحسن الالم بشكل كويس جدا يا جماعه خلاص، لانها بتنشط السيركيليشن. ولكن عشان نكون صراحه هو التاثير بتاعها بيبقى تاثير شويه سوبرفيشال اكتر منه ديب خلاص. في يعني في كلام ان الالترا ساوند او البالس شورت ويف ممكن يبقى افكتيف جدا، ولكن انا ما حبيتش ان انا اجيبها لكم في المحاضره النهارده لان انا ما لقيتش عليها ايفيدنس عشان اكون صريح معاكم. الكور ستابيليتي اكسرسايزز برده مهمه جدا، وثبت باكثر من دراسه اتعملت سنه 2019 significantly effective in reduction quality of pain and improving quality of life in female suffering from primary dysmenorrhea. واتعمل دراسه ثاني سنه 2019 لقوا ان
البلفيك روكنج اكسرسايزز افكتيف جدا عن طريق اللي هي بتعمل سترينثنج الابدومينال ماسلز وبتحسن السيركيوليشن في البلفس. دراسه ثانيه اتعملت في يناير 2020 لقوا ان عملوا مجموعه من الكور اكسرسايزز وكانت الماسلز اللي كان في فوكسنج عليها كانت الهيب ماسلز والترانسفيرسس ابدومينس والبلفيك فلور والمالتيفيدس. والدراسه دي اتعملت لمده 8 اسابيع يعني شهرين بالظبط. الكونكلوجن ان الكور ستابيليتي اكسرسايزز افكتيف ان ريدوسينج البين انتنستي والبين دويريشن وقللت استهلاك الفيميلز اللي كانوا بيعتمدوا بشكل كبير على النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. خلاص ادي اكزامبلز لبعض الكور ستابيليتي اكسرسايزز من ضمنها البريدجنج والبلفيك روكينج والسكوات اللي هو السويس بول سكوات والجاك نايف كور اكسرسايزز. نيجي بعد كده لسلاح تاني نقدر ان احنا نستخدمه عشان نقلل البين بتاع البرايمري ديسمينوريا وهو السباينال موبيلايزيشن اند مانيبوليشن. وهنلاقي ان ميتلاند سباينال موبيلايزيشن من تي 10 لحد ال 1 افكتيف جدا عشان تقلل الالام بتاعه الديسمينوريا. وطبعا احنا عارفين ان ميتلاند عشان نقلل البين او السباز ما بنعمل جريد 1 وجريد 2. خلاص كده البيشنت كان بيتنام برون وتحط بيلو اندر ذا ابدومن وتنام في كومفورتبل بوزيشن وبعد كده الثيرابيست يبدا يعمل بوسترو انتيريور جلايد جريد 1 وجريد 2 لميتلاند لمده يعني بتبقى المود بتاعها من 2 ل 3 بير سكند اوسيلاتوري موفمنت يعني وتقريبا هي بتقعد من نص دقيقه لدقيقه يعني ميتلاند بتقول من 1 منت الاثنين منت ولكن الدراسه لما اتعملت على 30 ثانيه. الكونكلوجن بتاعتها ان الموبيلايزيشن از افكتيف ان ريدوسينج البين. الدراسه دي اتعملت سنه 2015. طب هل المانيبوليشن نقدر نستخدمها وهل هتفيد؟ الحقيقه ان في دراسه عملت شافت الليفل ده سنه 92 وشافت السباينال مانيبوليشن تريتمنت وقالت ان هو ممكن يبقى effective وسيف non pharmacological alternative pain relief for primary dysmenorrhea. في دراسة تانية اتعملت بقى سنة 2014 عملوا ايه؟ دي جابوا الفيميلز اللي بيشتكوا من primary dysmenorrhea وعملوا manipulation لL5 والsacroiliac joint خلاص والfirst sacral vertebrae ولو ان يا جماعه بعد الموضوع دوت ان في significant reduction في البين في اللوبك بين اللي كان مصاحب للديسمينوريا وكان كمان في لما جم يعملوا البين بريشر ثريشولد لقوها ان هي عالت. طب عندما عالت يبقى معناها كويس ان بقى في تحمل للالم على الساكرويليك. وكمان مش بس كده هم حتى ما كانواش عارفين يفسروا ليه حصل الموضوع ده لقوا ان كمان الليفل بتاع السيروتونين زاد ودوت السيروتونين طبعا عارفين بقى ان هو من ضمن الحاجات اللي بتشتغل على الديسندنج بين ثيوري اللي ان شاء الله هنبقى نتكلم عليها في مره تانية بعد كده. السيروتونين هرمون السعاده اللي احنا هنتكلم عليه من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها في البري منسترال سندروم بتعمل مشاكل. تامن حاجه الايروبيك اكسرسايز. الايروبيك اكسرسايز الاكواتيك سواء الاكواتيك اللي هي الهيدروثيرابي او الايروبيك اكسرسايز العاديه خالص لمده يا اما شهرين. دراسه اتعملت سنه 2020 في السنه اللي احنا فيها ديت لمده شهرين كانت افكتيف جدا وتقريبا بتبقى حوالي من 60 ل 80% من الماكسيمم هارت ريت. وعارفين احنا بنحسب ازاي الماكسيمم هارت ريت فاكرين قلنا الكلام دوت قبل كده خلاص. ودراسه ثانيه اتعملت على تاثير الايروبيك تريننج او الهيدروثيرابي وزي ما حضراتكم مثلا شايفين في الصوره ده نوع من انواع الووكينج على التريدميل في البولز او ده نوع من انواع الهيدروثيرابي كانوا افكتيف جدا يا جماعه. والايروبيك هنعرف الايروبيك اكسرسايزز لانها بتحسن الكارديو بالمونري فيتنس فلما لما تتحسن السيركيوليشن عموما دوت من ضمن الحاجات اللي بتعاكس البروستاجلاندين افكت فوجدوا ان هي فعلا بتحسن البرايمري دينوريا. الكينيزيو تيب الدراسه اللي اتعملت سنه 2015 دي اتنشرت في نيتشر ودي مجلة قوية جدا قالت ان الميديكال تيبنج الكونسبت اللي هو استخدم فيه الكينيزيو تيب افكتيف نون فارماكولوجيكال تريتمنت وسيمبل وكمفورتابل وممكن حتى البيشنت يتعلم يعمله خلاص. استخدموا السبيس كوركشن تكنيك على اللور ابدومين وعلى اللور باك
وجدوا يا جماعه في تحسن بشكل قوي جدا على الليفل بتاع البين بعد لدرجه ان يعني هم كانوا خلوا الفيميلز دول ما ياخدوش ادويه عشان خاطر يشوفوا بس التاثير بتاع الكينيزيوتي. فوجدوا ان بعد ساعتين من بدايه الالم ان حصل تحسن بشكل كبير جدا بعد استخدام الكينيزيوتي خلاص. وده بعد كده يعني يخلي اي حد يعني يفكر ان الكينيزيو تيب لازم نستخدمه عشان خاطر نقلل البين بتاع الديسمنوري. دراسه ثانيه اتعملت سنه 2020 جديده برضو، لقوا ان الكينيزيو تيب واللايف ستايل تشينجز امبروف الكواليتي اوف لايف والبودي اويرنس، وقللت البين مع البرايمري ديسمنوري. دراسه ثالثه اتعملت في مارس 2020 في السنه الحاليه، وجدت الكينيزيو تيب ابلايد على السكرال والسوبر بيوبيك، بس ده هنا ما استخدمش السبيس كوريكشن تكنيك اللي هو بيبقى فيه 25% من 25% ل 50% تنشن، لا ده استخدم اللجامنتس تكنيك اللي بيبقى شد التيب فيه من 50 ل 100% من التنشن. فلقى ان افكتيف في تقليل البين مع البرايمري ديسمنوري. والكينيزيو تيب زي ما حضراتكم عارفين بقى بيقلل بقى عن طريق ان هو بيحسن بيقلل الضغط او الكومبريشن على النوسي سيبتورز، فبيقلل الضغط بتاع بيقلل الالم، بلس ان هو اهم حاجه ان هو بيعمل ستيميوليشن لمين؟ للتاتش ريسبتورز والميكانو ريسبتورز اللي موجودين اللي هم بسبلايد بالبيتا جيت كنترول ثيري خلاص. الريلاكسيشن تريننج اخر حاجه معانا في البرايمري ديسمنوريه في الفيزيوثيرابي رول. الريلاكسيشن تريننج افكتيف جدا جدا جدا، لان بعض الفيميلز دول يا جماعه من الالم احنا لسه متفقين ان الالم بيبقى شديد جدا، فمحتاجين ان هم يتعلموا هاو تو كوب وذ ستريس اند هاو تو كوب وذ بين. فكان الريلاكسيشن تريننج البروجريسيف ماسكولار ريلاكسيشن اللي احنا خدناه في قبل كده في التطبيقي كان افكتيف جدا في علاج السبازموديك والكونجستيف، يعني عملوه مع البرايمري ديسمنوريا والسكندري ديسمنوريا كمان، لقوا ان هو افكتيف جدا. الدراسه دي اتنشرت سنه 2002. دراسه ثانيه سنه 2006 لقوا ان ميتشل ميثود اللي هي بتاعه الريلاكسيشن دي بتعتمد على الريسيبروكال انيبيشن عن طريق البريدنج. قال لحضرتك ان انا لما بعمل اكتيفيشن للديافرام فدوت بيعمل ريسيبروكال انيبيشن للبلفيك ماسلز على حسب الكونسبت دوت عن طريق الريسيبروكال انيبيشن فبيقل واللور ابدومينال ماسلز، فدوت من ضمن الحاجات اللي بتقلل البين. وكان الكونكلوجن بتاع الرساله دي ان حصل سيجنيفيكانت ريدكشن في البين انتنستي والبولس ريت والريسبيراتوري ريت، يعني من الاخر قدرت الفيميلز دول ان هم يكوب وذ ستريس وقدر ان هو يقلل البين عند البرايمري ديسمنت. هنيجي بقى احنا كل ده كنا بنتكلمه يعني على الديسمنوري. اول ابنورماليتي موجوده في المينسترال سايكل. تاني ابنورماليتي واللي جاي بقى ان شاء الله باذن الله بسيط. تاني مشكله اللي هو البري مينسترال سيندروم. البري مينسترال سيندروم الديفينيشن بتاعه سيندروم ذات ديسكرايب جروب اوف فيزيكال اند اور ايموشنال تشينجز ذات كونستنتلي اوكر اند ريكور ان ذا لوتيال فيز بتاع سكسيسيف سايكلز. الحاجات دي يا جماعه يعني البري مينسترال سيندروم دوت من ضمن الحاجات الشائعه جدا عند الفيميل ديورنج الريبرودكتيف ايج، و5 ل 10% من الناس دول هيديفلوب حاجه اسمها بري مينسترال ديسفوريك ديس اوردر. ده بيبقى السيفير فورم بتاع البري مينسترال سيندروم خلاص كده، بيبقى الام صعبه جدا لدرجه ان الفيميل دي ما بتبقاش عارفه تعمل اي حاجه في حياتها خلاص. طيب ايه خصائص البري مينسترال سندروم عشان نقدر نحكم عليه؟ ليه ما قلناش عليه برايمري ديسمنوريا؟ البري مينسترال سندروم فكرته يا جماعه ان هو بيحصل في الليتيال فيز. يعني ايه؟ يعني لازم الالام دي تيجي خلال اسبوع او اسبوعين قبل ما البريود تحصل اصلا، يعني قبل ما البريود تحصل اصلا قبلها باسبوع اسبوعين يبقى في بين. طيب حصلت البريود يبدا الالم يهدى، وبعدين اول اسبوع يعني من اول اسبوع في الفوليكولار فيز اللي هو ممكن يبقى فيه المنستريشن اصلا لازم الالم يهدى في الاسبوع ده، وممكن الالم يرجع في الاسبوع الثاني من الفوليكولار فيز اللي هو من اليوم السابع لليوم ال14 ولكن هيبقى قليل جدا، ويزيد حدته امتى؟ في الليتيال فيز اللي هو بعد اليوم ال14 لحد قبل المنسز الجديده.
خلاص كده، يبقى دي الكاركترستكس بتاعته، ان قبل المنستريشن باسبوع اسبوعين يبقى في بين، وبعض الانواع من البين ممكن تبقى شديده جدا، اللي هم 5-10% بيسموها بري منسترال ديسفوريك ديس اوردر. خلاص طيب، الالم دوت هيبقى موجود فين؟ بيبقى اولا بيصاحب الموضوع دوت طبعا بقى في فيزيكال وايموشنال. الفيزيكال ممكن يبقى فيه ماسكولار بين، جوينت بين، يبقى فيه ايه تاني، يبقى فيه ابدومينال بين. طيب الايموشنال ممكن يبقى فيه طبعا بقى بيبقى فيه ديبريشن، بيبقى فيه انكزايتي، بيبقى فيه مود سوينجز، ويبقى فيه تندنسي تو اديما فورميشن. ليه يا جماعه تندنسي تو اديما فورميشن؟ لان بيحصل ووتر ريتينشن مع الفيميلز دول، لان بيبقى فيه فلكتويشنز في الستيرويد هرمونز عندهم. خلاص الكوزس حتى الان مش معروفه بشكل واضح، ولكن وجدوا ان في علاقه كبيره جدا ما بين الانتر اكشن، ان في الناس دول عندهم مشكله ان بيحصل انتر اكشن ما بين الاسترويد هرمونز والسيروتونين. خلاص، وبيبقى واضح جدا ومنتشر في الناس اللي عندهم جينيتك وسايكولوجيكال ديس اوردرز. الدايجنوزس بيبقى بيعتمد على الهيستوري، لازم الفيميل تيجي تقول اولا البين بيبدا عندها امتى. طب هو عشان يحكم اصلا الفيزيشن او الفيزيوثيرابيست اللي بيعمل ايفالويشن عشان ان ده بري منسترال سندروم، هيحكم ازاي؟ هيحكم ان هي لازم تقول له ان السيمتومز اللي قلت لحضراتكم عليها ديت بتحصل اسبوعين، من اسبوع لاسبوعين قبل المنستريشن. خلاص، ولكن على ثلاثه منسترال سايكل، يعني مش من مره واحده، لا دي حصلت المنسترال سايكل الشهر ده والمثلا الشهر اللي فات واللي قبله واللي قبله، يبدا يحكم بقى ان ده بري منسترال سندروم. خلاص كده. طب التريتمنت، بما ان احنا بنتكلم ان سيروتونين وفي مشكله في السيروتونين وبيبقى في ديبريشن وانكزايتي، فبعض الفيزيشن قالوا طب ما تيجي ندي سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتورز، الادويه بتاعه الاكتئاب، وجدوا ان هي افكتيف جدا وبتقلل السيفيريتي بتاعه البري منسترال سندروم. اللايف ستايل تشينجز، الاكسرسايزز والهيلثي دايت، وبيحصل ان بتنصح الفيميل دي ان هي تافويد الكو فاكتورز او البري ديسبوزنج فاكتورز زي شرب السجاير والكافيين والكحول. وجدوا ان الكالسيوم حوالي 600 ملي جرام، وفيتامين دي حوالي 800 انترناشونال يونت، وفيتامين بي 6 اللي هو والمغنيسيوم افكتيف جدا، وقدر ان هم يحسنوا السيمبتومز بتاعه البري منسترال سندروم. النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز والاورال كونتراسبتيفز بتبقى برضو من ضمن الحلول عشان خاطر نقلل. الفيزيكال ثيرابي فور بري منسترال سندروم هيبقى عباره عن اكتيف اكسرسايزز او الايروبيك اكسرسايزز وكينيزيو تيب. الدراسه اتعملت سنه 2017 على الكينيزيو تيب، لقوا ان هو كويس جدا في تقليل البري منسترال سندروم لما اتعمل ساعه اللي هم الاسبوع ولا الاسبوعين اللي قبل المنستريشن. انما الايروبيك اكسرسايزز لما بتتعمل هتتعمل لمده يا اما شهرين يا اما 3 شهور. دراسه اتعملت لمده شهرين ودراسه اتعملت لمده 3 شهور. يبقى احنا عموما في الايروبيك تريننج لازم يا جماعه ناخد فكره ان احنا ما ينفعش مش عايز ريزلتس، يعني مش هلاقي ريزلتس في الغالب قبل شهرين. خلاص تالت مشكله من الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل في المنسترال سايكل هنلاقيها، اللي هي الابنورمال يوتراين بليدنج. الابنورمال يوتراين بليدنج تعريفه ايه؟ اللي هو المنسترال بليدنج او البليدنج الفاجينال بليدنج اللي بيحصل بيبقى ابنورمال او الريجولر. في ايه بقى؟ في الفريكوانسي وفي الديوريشن وفي الانتنسيتي. طب ايه الحاجات اللي ممكن، وممكن طبعا يبقى في معاه ديسمنوريا او مش معاه ديسمنوريا، ممكن يبقى في بليدنج من غير الم. خلاص، طب ايه اسبابه؟ الاسباب ممكن بريجننسي كومبليكيشن، ان يحصل ابورشن او يحصل اكتوبيك بريجننسي، حمل خارج الرحم، الحمل اللي بيحصل في الفالوبيان تيوب. خلاص، من ضمن الحاجات اللي بتعمل ابنورمال يوتراين بليدنج. البيناين يوتراين ديس اوردر زي الفايبرويدز والادينومايوزيس والاندوميترايتس والاندوميتريال هايبر بليزيا، كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل ابنورمال يوتراين. الفايبرويد بتعمل بليدنج، خلاص بيبقى فيه اكسسيف بليدنج. فلو المنستريشن يا جماعه زاد كميه البليدنج عن ال 80 مللي في السايكل، فده معناه ان ده بقى ابنورمال، وده صوره من صور الابنورمال يوتراين بليدنج. طيب بعض الجينيكولوجيكال مالجنس زي ان يبقى فيه اندوميتريوم او سيرفكس او اوفيريان تيومرز، التيومرز ديت برضو بيصاحبها ابنورمال بليدنج.
بعض السيستميك ديزيز زي الكواجيليشن ديس اوردرز، الناس اللي عندهم اصلا مشاكل في اصلا في الفاكتورز اللي هي بتساعد على عمليه الكلوتنج بتاع البلد، زي الفون ويل براند ديزيز والهيموفيليا. الثيرويد ديس اوردرز لو في سيفير هايبوثيرويديزم او في سيفير هايبرثيرويديزم، برضو من ضمن الحاجات اللي وجدوها بتعمل ابنورمال يوتراين بليدنج. او لو في ليفر ديزيز زي السيفير هيباتايتس، لو كان في انفلاميشن جامد جدا في الليفر، في فدوات برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل ابنورمال يوتراين بليدنج. او ياتروجينيك كوزز، يعني ايه؟ يعني حاجه بقى طبيه، ممكن يبقى الدكتور كتب للفيميل ديت على انتي كواجولانت دراجز زي الهيبارين مثلا، سواء اورال انتي كواجولانت او انجكشنز، خلاص. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن لو اللي تخلي الفيميل دي عندها تبقى سسبتبل ان يحصل ابنورمال يوتراين بليدنج، او ان يبقى في انترا يوتراين كونتراسبتيف ديفايس. يعني مثلا بعض الفيميلز اللي بيركبوا مثلا اللولب بيبقى بيحصل لهم بليدنج شديد لو حصل البريود، لان مش لازم وسائل منع الحمل دي تمنع الحمل فبالتالي مش هيحصل بريود، لا ممكن يحصل بريود وممكن ما يحصلش حمل اصلا وممكن يحصل حمل، خلاص. فلو حصل حمل مش هيحصل بريود، انما لو ما حصلش حمل هيحصل بريود، والبريود في الحاله دي هتبقى في الغالب هتبقى سكندري ديسمنوريا وهيبقى في ابنورمال يوتراين بليدنج. سادس حاجه ديسفانكشنال يوتراين بليدنج، ودي يا جماعه 60% من الابنورمال يوتراين بليدنج اللي هو مش الخصائص اللي احنا قلناها بتاعه المينسترال سايكل، 60% من الابنورمال هيبقى سببها dysfunctional. يعني ايه dysfunctional؟ يعني bleeding without any definitive pathology، مش تقيين حاجة معي. طب هيشخصوه ازاي؟ يقعد بقى يشوف كل الكوزس اللي احنا قلنا عليها دي، هل هي موجودة؟ لا ماشي. طب لو مش موجودة خلاص يبقى في abnormal uterine bleeding due to dysfunctional uterine bleeding، خلاص. الباترنز بتاعت الابنورمال uterine bleeding، اول حاجة يبقى فيه بوليمينوريا. يعني ايه بوليمينوريا؟ ان الفيميل دي بيحصل لها منسترال سايكل سريعه جدا، اقل من 21 يوم. احنا قلنا ان الطبيعي من 21 ل 35، لما يحصل البيريودز تبقى اقل من 21 يوم فده بوليمينوريا. طب لو المنسترال سايكل بتحصل اكتر من 35 يوم، طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان ده هيبقى اوليجومينوريا. لما بيجوا يحسبوها يلاقوا في السنه بدل ما الطبيعي ان الفيميل يحصل عندها 12 ل 13 بيريود منسترال سايكل، يعني هيلاقوا ان تقريبا في الاخر بيحصل لها 9 بس، وده اوليجومينوريا، خلاص. طيب في بقى حاجه اسمها هايبومينوريا. ايه يعني؟ معناها ان بيحصل كميه قليله جدا من المنسترال بليدنج بتحصل مع المنسترويشن. طب في منوراجيا اكسسيف منسترال بليدنج. طب في متروراجيا اكسسيف intermenstrual bleeding. يعني ايه؟ يعني المنسترويشن الفترة بتاعت البريود خلصت وتوقف البليدنج، يحصل بعدها بيومين ثلاثة مثلا بليدنج، ده intermenstrual bleeding، ده بيسموه متروراجي. او ان يبقى الباترن بتاع الابنورمال يوتراين بليدنج بيسموه مينو متروراجي. ايه مينو متروراجيا؟ يبقى في اكسسيف بليدنج ديورنج المنسترويشن وبعدين تهدى شويه او تقف، وبعد كده يحصل ان بتوين المنسترويشن اكسسيف بليدنج، ده بيسموه مينو متروراجيا. او ان في بقى بوست مينيبوزال بليدنج. يعني ايه بوست مينيبوزال بليدنج؟ يعني في ميل عدى عليها سنه على الاقل اللي بقت في مينيبوز، خلاص، ويحصل لها بليدنج، فده برضو من الباترن بتاعت الابنورمال يوتراين بليدنج، خلاص، لان الطبيعي ان هي ما عندهاش بيريود، هي خلاص دخلت في المينيبوز وعدى عليها سنه، فمعنى كده ان ده ابنورمال يوتراين بليدنج. اخر مشكله من الابنورماليتيز اللي بتحصل في المينسترال سايكل اسمها ايمينوريا. الايمينوريا معناها عدم وجود اوفيوليشن، خلاص، ما بيحصلش اوفيوليشن، ما بيحصلش منسز، انا اسف، يعني ما بتنزلش بيريود. في نوعين، في حاجه اسمها برايمري ايمينوريا وفي حاجه اسمها سكندري ايمينوريا. البرايمري ايمينوريا ابسنس اوف منسز، يعني اصلا بدايه المنارش تبقى متاخره بعد ال 15 سنه. طب سكندري ايمينوريا دوت ابسنس اوف منسز فور مور ذان 3 مانثز لو هي كانت عندها ريجولار سايكل، او اكتر من 6 شهور لو هي اصلا كان عندها ريجولار سايكل. يبقى البرايمري ديسمينوريا ان اصلا ما حصلش منسز
ممكن تبقى بعد سن 15 سنه او نتيجه لبعض الحاجات الاب نورمال شويه، ولكن هنتكلم عليها ان شاء الله. طب ايه السكندري؟ السكندري ان حصل ابسنس للمنسز لمده 3 شهور لو كانت الست دي ريجولر عندها ريجولر بيريود او ريجولر سايكل. طيب لو او 6 شهور فيما اكتر لو كان اصلا هي عندها ريجولر سايكل. طب ايه الاسباب بتاعت الايمينوريا؟ اول حاجه في فيسيولوجيكال ايمينوريا، ما بيحصلش منسز زي مين؟ زي واحده حامل او زي واحده قبل البيبرتي بيفور البيبرتي او واحده ديورنج اللاكتيشن عشان البرولاكتين او مونيبوزا خلاص مش هيحصل ايمينوريا، سوري مش هيحصل منسز. طب في باثولوجيكال كوزز ممكن تعمل ايمينوريا؟ اول حاجه اوت فلو تراكت ديس اوردر. يعني ايه اوت فلو تراكت ديس اوردر؟ ان في حاجه في الباث واي، احنا عارفين ان الطبيعي ان المنستريشن هتنزل ثرو ذا فاجينا. طيب مش الطبيعي ان هي يحصل بعد كده بقى اندوميتريوز، دي قصه ثانيه، انما الطبيعي ان هي تبقى ثرو ذا فاجينا. طب لو الفاجينا دي الهايمن اللي موجود امبرفوريت مش مثقوب، الطبيعي ان هو يبقى مثقوب على فكره، فلو هو اصلا مش مثقوب فمعنى كده ان البليدنج دوت هيخرج ازاي اوتسايد ذا فاجينا؟ مش هيخرج، وده هيعمل مشكله كبيره جدا وممكن يدخل الفيميل ديت في شوك. خلاص. طيب تاني حاجه ان لو يبقى في يوتراين ديفلوبمنتال ابنورماليتي زي في حالات الموليريان ايجينيسيس او الاشرمان سيندروم. موليريان ايجينيسيس ديت ان يبقى الموليريان اورجنز اللي هي الفالوبيان تيوب او اليوترس او الابر بارت بتاع الفاجينا يبقى في مشكله اصلا في تكوينه. طب هو اصلا لو مش موجود السيرفكس او اليوترس او الفالوبيان تيوب هتحصل المنسز ازاي اصلا؟ خلاص. او الاشرمان سيندروم. الاشرمان سيندروم ان يبقى في اكسسيف انترا يوتراين ادهيجنز، فالادهيجنز ديت هتمنع اصلا ان يحصل منسز لان الاندومتريوم كده بقى متلخفن خالص اصلا، خلاص من الادهيجنز اللي موجوده فيه، فهيسقط ازاي اصلا؟ ان يبقى فيه اوفيريان ديس اوردرز زي التيرنر سيندروم. ايه التيرنر سيندروم ده؟ بتبقى فيه مشكله اصلا ان مشكله في الكروموزومات ان اصلا ان الاوفري اثناء تكونه يحصل له ريبليسمنت فايبرس تيشو. خلاص. او ان يبقى فيه بريماتيور اوفيريان فيلير. يعني ايه بريماتيور اوفيريان فيلير؟ يعني ان حصل اكزوستشن للبريمورديال فوليكل دي بدري فقبل 40 سنه، فالفيميل دي هتخش في حاجه اسمها بريماتيور مينيبوز. يبقى خلاص ده اللي بيسموه بريماتيور اوفيريان فيلير. رابع سبب البيتوتري جلاند ديس اوردرز لو كان في بيتوتري انسفيشنسي، يعني البيتوتري جلاند بتفرز كميات من ال LH وال FSH بشكل قليل جدا. او ان يبقى في هايبوثالاميك اند سي ان اس ديس اوردرز، ان يبقى في كونجينيتال جونادوتروبين ريليزنج هرمون ديفيشنسي. هنا انا بتكلم على الليفل بتاع الهايبوثالامس، ان يبقى في كونجينيتال ديفيشنسي في الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. طب ازاي هيحصل اكتيفيشن للهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس؟ او خلي بالنا بقى من الحته دي، ان رابيد ويت لوس، الرابيد ويت لوس والاكسسيف اكسرسايزز تعمل حاجه اسمها سكندري ديسمينوريا. خلاص. وبعض الادويه زي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اجونست والكومبايند اورال كونتراسيبتيفز وبعض الانتي ديبريسنت دراجز بتعمل ايمينوريا. اخر حاجه الاندوكراينال ديس اوردرز زي حالات الهايبوثايرويديزم والكاشنج سندروم. الكاشنج سندروم مثلا من ضمن الحاجات اللي بتعمل ايمينوريا عشان خاطر بيبقى فيه اكسسيف ادرينال جلاند هرمونز، والاكسسيف هرمونز والكورتيزول دوت من ضمن الحاجات اللي بتساعد في التكوين، بيحصل هايبر اندروجينيميا وبتقلل او بتاثر بشكل ما على المنستريشن. اخر حاجه معانا في المحاضره ان شاء الله النهارده هي حاجه مهمه جدا اسمها فيميل اثليتيك ترايد. ايه الفيميل اثليتيك ترايد دي؟ دي ميديكال كونديشن وجدوا ان الفيميلز يا جماعه اللي هم بيعملوا سترينيوس اكسرسايزز او اوفر اكتيف فيزيكال اكسرسايزز بيحصل لهم ثلاث حاجات ترايد. خلاص. اول حاجه لو انرجي افيلابيليتي. يعني ايه لو انرجي افيلابيليتي؟ ان بيبقى عندها حاسه ان هي مجهده ومش قادره تعمل اي حاجه. خلاص. وساعات ممكن يبقى معاها ديس اوردر في الايتنج، حاجه اسمها انوركسيا نيرفوزا. الانوركسيا نيرفوزا ان الفيميل ديت يبقى عندها مشكله معينه ان هي مش عايزه تاكل، مش عايزه تاكل، ممكن دوت نتيجه ليه ان هي ما عندهاش شهيه للاكل،
الابيتايت عندها قليله جدا، او لان هي عايزه في لبعض الكالتشرز يعني ان هي مش عايزه وزنها يزيد. الانوركسيا نيرفوزا بتبقى المشكله ان هي مش عايزه، خايفه ان هي وزنها يزيد، فبتبقى بتعرض نفسها ان يبقى في اندر ويت، لدرجه ان بعض الفيميلز دي احنا عارفين ان النورمال بادي ماس اندكس من 18.5 لحد 25. بعض الفيميلز دول ممكن يبقى عندهم البادي ماس اندكس 14 و16 و15، فدي مشكله اندر ويت. هي مش واخده بالها من نفسها ان هي اندر ويت وتقول لك لا انا وزني كده كويس، انا خايفه ان انا ازيد، انا مش عايزه ازيد. فوجدوا ان الفيميلز اللي هم بيعملوا اكسرسايزز بشكل كبير جدا بيبقى عندهم لو انرجي افيلابيليتي، وكمان ممكن يبقى معاها ديس اوردرز في الايتنج اللي هي زي الانوركسيا نيرفوزا. بيبقى كمان الحاجه الثانيه من الترايات ديت بيبقى فيه منسترال ديسفانكشن. يعني ايه؟ بيبقى فيه اوليجومينوريا او ايمينوريا. يعني ايه اوليجومينوريا؟ ان اللي لسه قايلينها ان عدد البيريودز اللي هتحصل خلال السنه حوالي 9 او اقل من 9، او ان البيريود بتحصل على ديوريشن اطول من 35 يوم. ف او ايه بقى ايمينوريا؟ ايمينوريا ان اصلا مش هيحصل منسز، والخفانه اللي هتحصل دي كلها نعرف هتحصل ليه. او ان الثيرد بارت من الترياد اللي هو اللو بون دينستي، ودوت بيحصل يا جماعه ليه؟ لان بيحصل ان الهايبوثالاميك بيتوتري فيريان اكسس بيحصل له تاثر بشكل كبير جدا، وبيحصل خلل، فبيقل افراز الاستروجين والبروجسترون. الاستروجين ليه دور مهم جدا ان هو بيعمل ايه؟ بيقلل الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي. الاوستيوكلاست اللي هي مسؤوله عن الاوستيوبروزيس اللي هي البون ريزوربشن سيلز. انما البروجسترون بيحسن الاكتيفيتي بتاع الاوستيوبلاست اللي هي الايه؟ البون فورمينج سيلز. فلما يحصل ريدكشن في الاستروجين والبروجسترون هنلاقي ان زاد الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي اللي كان بيمنعه الاستروجين، وقل الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي اللي كان بيعمله مين؟ البروجسترون. فعشان كده بيحصل اوستيوبينيا وممكن اوستيوبروزيس، والفيميل دي بتبقى معرضه اكثر ان هي يجيلها ريكيرنت ستريس فراكشرز. ايه ده ستريس فراكشرز؟ ده يا دكتور دي واحده رياضيه، بس هي بتعمل اوفر اكتيف فيزيكال اكسرسايزز وسترينيس اكسرسايزز، هيعرضها ان هي ممكن يجي لها ستريس فراكشرز. لان ايه يا جماعه؟ بيحصل الخفانه في الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس، والهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس بما ان المنتج بتاعه هو الاستروجين والبروجسترون، لما بيحصل ريدكشن فيهم فدوت اكشوالي هياثر على سلامه البون، لان احنا عارفين ان البون هيموستاسيس تقريبا بيحصل له كنترول عن طريق ثلاثه هرمونز مهمين، هو الباراثايرويد هرمون والكالسيتونين والاستروجين. خلاص يا دكاتره؟ طيب ايه الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل؟ الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل بيبقى فيه ديكريس في الانرجي افيلابيليتي، فطبيعي ان ايه اللي يحصل؟ فالبودي يبدا يقلل الاكتيفيتي بتاع السيستمز اللي موجوده فيه، من ضمنها الهايبوثالاميك بيتوتري اوفيريان اكسس، فهيقل الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي بيفرز من الهايبوثالاموس، وبالتالي هيقل افراز ال ال اتش وال اف اس اتش، وبالتالي هيقل تكوين الاستروجين، ودوت هيعمل مشكله في هيعمل ان اوفيوليشن، هيعمل ان اوفيوليشن، يعني مش هيبقى فيه سايكل، لان احنا لسه عارفين ان النورمال سايكل كان لازم يحصل فلكتويشن في الليفل بتاع الاستروجين والبروجسترون والال اتش والاف اس اتش، فان هم يفرزوا بكميات قليله جدا، فدوت هيعمل لخفانه كبيره جدا وممكن ما يحصلش اوفيوليشن، وبالتالي مش هيحصل منسز، هيبقى فيه ايمينوريا. وهنا ما حدش يجي بقى يقول لي ده ان اوفيولاتوري سايكل، لا، هو المشكله دلوقتي ان في نقص في البروجسترون وفي الاستروجين، مش بس النقص في البروجسترون، فعشان كده هيبقى ده ان اوفيولاتوري سايكل، لا، ده النقص في البروجسترون والاستروجين. خلاص؟ وعلى طول البيت على طول ال 28 يوم. خلاص كده؟ فدوت هيعمل برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل انفيرتيليتي، لان ما فيش اصلا بيحصل اوفيوليشن، فما فيش ايج هتخرج بره الاوفري ويحصل لها فيرتلايزيشن، فده بيعمل انفيرتيليتي. طب ايه العلاج بتاعه والحل بتاعه؟ اول حاجه اللايف ستايل تشينجز، ان هي تقلل الاستريس، لان برضو الفيميلز دول بيبقى عندهم ستريس بشكل عالي جدا، ان يحصل امبروفمنت للنيوتريشن، الفيميل دي مهم جدا ان احنا نغير لها الكونسبت بتاع ان هي محتاجه ان هي دايما يبقى شكلها رفيع، او ان هي خايفه من ان هي وزنها يزيد، خليها في النورمال رينج بتاع البودي ماس اندكس بتاعها، مش عايزينها تزيد ولا حاجه، بس ما تبقاش اندر ويت. الحاجه الثانيه ان هي تقلل الاكسرسايزز، ما تبقاش سترينيس،
ودوت يعني دي اهم الحاجات اللي احنا ممكن نساعد بيها في مين. بلس بقى ان هي لو جالها مشاكل في زي الاوستيوبروزيس، الموداليتيز بقى بتاعتنا كلها البلسد الكتروماجنتيك فيلد والكلام والليزر والبلسد لو انتنستي الترا ساوند والاكسرسايزز الجنتل اكسرسايزز كلوزد والاوبن والكلام ده كله مفيش اي مشكله. بس الفكره كلها روح حسن او روح عالج المشكله الرئيسيه خلاص، لان هي مش بس عندها اوستيوبروزيس او اوستيوبينيا، لا ده هي كمان عندها مشكله في البيريود متلخفنه وانفيرتيليتي، يعني ممكن الفيميل دي تبقى نفسها ان هي تبقى بريجننت بس مش قادره، وان عندها مشكله دايما ان هي مجهده وحاسه بالاكزوشن والفتيك. خلاص دي يا جماعه كان حاجه اسمها الفيميل اثليتيك ترياد، وده صوره من صور الايمينوريا اللي هي رابع مشكله او رابع ابنورماليتي بتحصل للفيميل في المنسترول سايكل. ان شاء الله نشوفكم على خير بقى في المحاضرات الجاية بإذن الله، واستودعكم الله. السلام عليكم.